السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا بالعربي. يشرفنا وجود الأستاذة مروة حنفي، هي مستشارة تقنيات التعليم ولها خبرة كبيرة جدا في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريب في مجالها. خبرة أكثر من 10 سنين كمدرب تعليمي معتمد من سمارت، وهي كمان تعتبر سفيرة لسمارت ومبتكرة. وفي عام 2020 اتصنفت ان هي من الشخصيات الهامة جدا لشركة سمارت، تعمل كمصممة تعليمية في مجال الاستم من 2016. انا مروة بالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني من الشخصيات المهمة جدا اللي انا تعاملت معاها، وليها خبرة كبيرة جدا في مجال تكنولوجيا التعليم، مش خبرة نظرية فقط، لا خبرة عملية ونظرية. فانا هنستفيد النهاردة ان شاء الله في ورشة ليها جزء عملي وجزء تدريبي كبير قوي، ان احنا هنتكلم عن ان احنا في بيئه تفاعليه باستخدام احد التولز اللي هي اللوميو، وهنعرف ازاي نبني وازاي نعمل نستخدم المنصه دي، وازاي نستخدم الاكتيفيتي والانشطه والالعاب اللي موجوده في التطبيق ده جوه بيئه التعلم وجوه بيئه التدريبيه. انا بكرر شكري وتقديري للاستاذه مروه على وجودها معانا في ورشه ايمرج افريكا بالعربي، تطوعها ووجودها معانا، ويعني كلماتي لا تفي يعني قدرها، ويعني بشكرها جدا جدا، وبخض يعني بترك المايك ليها حاليا. في البداية قبل ما اترك المايك، بالنسبة للأسئلة انا هتابع الشات، الأسئلة لو في أسئلة هنفتح في وقت معين ساعة ما تحب الأستاذة مروة، الأسئلة اللي هنفتح نقدر نفتحها، وكمان إن شاء الله هنبقى موجودين مع بعض في الورشة، ويا رب تكون ورشة جميلة بالنسبة ليكم جميعا يا رب. مروة معاك المايك. طيب، السلام عليكم جميعا، مساء الخير او صباح الخير ايا كان المكان اللي بتشوفونا منه. اولا بشكرك جدا يا دكتور محمد على الانترودكشن العظيمه دي. بقى لنا فتره طويله بنحضر للقاء ده، واخيرا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمله. فاتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده للناس كلها ومفيده لينا احنا كمان، لان احنا كلنا بنتعلم من بعض. ما فيش حد عنده علم اكتر من التاني، كلنا بنعلم بعض وكلنا بنحاول نوصل بالتعليم لاحسن مكان ممكن. يعني انا بس هقفل الكاميرا دلوقتي علشان خاطر الانترنت يستحملني شويه، عشان في حاجات كتير قوي انتر اكتف. هحاول ان انا قدر المستطاع اكون يعني استخدم مصطلحات بالعربي اكتر. يعني في حاجات طبعا غصب عننا بتبقى بالانجلش. انا بعتذر كمان قوي ان البرزنتيشن غالبا كلها يعني مكتوبه بالانجلش، بس هو ما فيش حاجات كتيره قوي صعبه يعني. وانا طبعا هتكون البرزنتيشن ان شاء الله باللغه العربيه. هو الموضوع عن لوميو كويب بيزد او منصه تعليميه على الانترنت، سوفت وير تفاعلي نقدر من خلاله نغير البيئه التعليميه اللي احنا فيها بشكل كبير جدا. بس قبل ما نغوص في البرنامج كسوفت وير وكحاجات تكنيكال بقى او من الناحيه التقنيه، يعني انا دايما بحب اربط التكنولوجيا هي بتحقق ايه جوه الفصل او بره الفصل او جوه قاعه التعلم يعني او بيئه التعلم. احنا مش بنستخدمها بس التكنولوجيا عشان خاطر يبقى عندنا حاجات تكنولوجيه رهيبه جدا بنستخدمها او نلفت الانظار بشكل كبير، انظار الطلبه يعني، لكن مهم كمان نبقى فاهمين احنا بنستخدمها ليه، عشان نحقق بيها ايه جوه العمليه التعليميه بتاعتنا او البيئه التعليميه اللي احنا فيها، سواء بالنسبه لي كمعلم او بالنسبه للمتعلم. طيب، طبعا انا مش هتكلم اكتر عن الانترودكشن، يعني دكتور محمد عمل الواجب وزياده. احنا في السيشن دي هنحاول ان احنا نبقى نفهم ليه مهم ان احنا ننشئ بيئه تعلم خاليا من التوتر ومن المشاعر السلبيه. ليه ده اصلا مهم؟ احنا كلنا دايما بنقول كده، وبنقول انه لازم تبقى بيئه التعلم بيئه تعلم تفاعليه ممتعه بالنسبه للطالب وبالنسبه للمدرس. فهنجاوب على السؤالين دول، ليه عايزين نعمل ده وازاي نقدر نعمله. ازاي نقدر نعمله دي هتكون الكور بقى او اللب المحاضره عن استخدام لوميو. هو احد الادوات زي ما حضرتك قلت يا دكتور محمد، ان احد الادوات التكنولوجيه العظيمه جدا اللي ممكن المدرس يستخدمها ويحل بيها مشاكل كتير جوه الفصل بتاعه. بعد كده هنشوف نموذج عملي لدرس بسيط معمول على لوميو، عشان نقدر نتخيل الفكره او نتخيل المنتج النهائي بالنسبه للطالب شكله عامل ازاي. بعد كده هنشوف ازاي بقى نقدر نعمل حاجه مماثله للدرس اللي احنا شفناه، ازاي نقدر نحط اكتيفيتيز او انشطه مختلفه للطلبه، سواء بشكل فردي
كل طالب لوحده او بالنسبه للمجموعات او بالنسبه لكل الفصل الدراسي او كل الطلبه الموجوده في بيئه التعلم. ازاي نقدر نعمل العاب تعليميه بشكل بسيط جدا تساعدني وانا بشرح كمدرس او كمحاضر او كايا كان انا مين اللي بادي المحتوى ده، هتساعدني في ان انا اوصله. ازاي اقدر اقيس من خلال التقييمات او الفورماتيف اسسمنت او بالعربي اعتقد التقييم المبدئي او البنائي ان انا بقدر اقيس زي ترمومتر كده بحطه في وقت معين عشان اقيس هل المتعلم ده فهم حاجه ولا ما فهمش، هل انا ماشي في الطريق الصح كمعلم ولا لا. فده كمان هنشوف بعض التولز اللي نقدر نستخدمها عشان نعمل فورماتيف اسسمنت او تقييمات بنائيه اثناء عمليه التعلم. كمان هنشوف لوميو بقى يقدر هو يساعدنا في ايه لو احنا لسه في بدايه الطريق او اول مره نستخدمه او خبرتنا مش كبيره قوي مثلا بانشاء الدروس التفاعليه، لوميو ممكن يساعدنا ازاي. في الاخر هتكلم معاكم على برنامج السفراء سمارت. هو برنامج مميز جدا، انا بتشرف طبعا ان انا جزء منه وسعيده ان في ناس من سفراء تانيين في مصر موجودين تحديدا من دمياط اغلبهم، فانا بحييهم جدا ان هم موجودين. سعيده بالشغل اللي بيعملوه وبيحاولوا ان هم يحسنوا دايما ويضيفوا حاجات كثيره جدا لزمايلهم في المجتمع اللي هم فيه. طيب السيشن هنا هتكون تفاعليه بشكل كبير، ولذلك انا يعني ارجح ان احنا يبقى معانا جهاز تاني مع الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. يعني لو مثلا حضراتكم بتشوفونا من خلال لابتوب مثلا، يفضل يكون جنبك ديفايس تانية سواء لابتوب تاني او موبايل او تاب، علشان هنعمل انشطه تفاعليه مع بعض من خلال السيشن دي. لو احنا معانا ديفايس واحده ممكن لو على اللابتوب ممكن نفتح نيو تاب وندخل على hellosmart.com، هيطلع علينا السكرين شوت دي هندخل فيها الكلاس كود الكلاس اي دي لو 63268 ونقدر نجوين السيشن از ستودنت. طبعا حضراتكم كلكم اساتذه بس احنا يعني لفتره محدده كده هناخد مقاعد الطلاب عشان نشوف التجربه التعليميه من خلال الطلاب بيشوفوها ازاي. واللي محتاج اي يسال على اي حاجه ممكن يبعت في الشات بوكس، انا برده هحط الوقت للثاني اللي انا ابص عليه عشان لو في حاجه مرتبطه باللي بقول. طيب اوكي، فاحنا ممكن نعمل سكاننج الكيو ار كود هيودينا على hellosmart.com وهدخل الكود او الكلاس اي دي وهنعمل جوين از ا جيست. لو اخدتوا بالكم فوق على الشمال هنا عندنا الستودنتس دي بتوريني هنا كام طالب دخل السيشن بتاعتي. اي حد هيدخل هيقدر ان هو يشوف البرزنتيشن عندي ماشي معايا شريحه بشريحه، يعني هيبقى كانه معاه نسخه ثانيه من البرزنتيشن لحد ما نوصل لشريحة مثلا فيها نشاط او فيها حاجة هنعملها مع بعض، وده هنقوله احنا شباب. انا هحاول اكتب لكم الكلام ده في الشات. وده الكود بتاعنا. اوكي اتمنى بقى ان الناس في اول ابتدوا الناس تدخل. طيب دي حاجه عظيمه، ده اكتيفيتي لطيف كده هنعمله مع بعض. انا بيك يا سمر. انا عارفه ان احنا في اخر الاسبوع وبيبقى اننا كلنا غالبا يعني بنشتغل في التعليم سواء معلمين او اخصائيين تكنولوجيا تعليم او ناس مهتمه بالتعليم عموما يعني، فما بنصدق اخر الاسبوع يجي. فمعلش هنبتدي بس السيشن بسؤال كده، انت احساسك ايه النهارده في اخر الاسبوع؟ يعني بغض النظر ان انا اقتحمت على الناس الويك اند ودخلنا في حاجه فيها تعليم شويه، فحب اعرف احساس الناس ايه خلال الاسبوع. فالناس اللي هتدخل على hellosmart.com ويدخلوا الكود هيقدروا يشوفوا الاكتيفيتي قدامهم وهيظهر قدامي انا هنا الاجابات بتاعتهم ونقدر كلنا ندسكاس ونشوف الناس حاسه بايه في نهايه الاسبوع. اوكي عظيم جدا.
معلش هو يبدو ان الانترنت بس بسرعه مش احسن حاجه في الدنيا او عشان احنا كمان فاتحين حاجات كتير. اللي احنا هنعمله هنا ان احنا عندنا تحت الايكون بتاعت البوينتر دي اللي هي زي علامه جوجل مابس، كل اللي احنا هنعمله هندوس عليها ونشدها للمكان المناسب اللي انا حاسس بيه النهارده. فاتمنى يبقى في مشاعر ايجابيه كتيره تبسط الناس يعني. عظيم. المشاعر الإيجابية تكسب، دي حاجة هايلة. هلو سمارت دوت كوم، الكود 6-3-2-6-8. مش عارف يدخل. اوكي. انا سعيده جدا بالناس الممتنه، حاسه بالسلام، دي حاجه عظيمه. يا رب بس نقدر نزود للسيشن. في ناس كمان ستريس قوي. هو فكرة الساين ان دلوقتي احنا عملناها دي لأول مرة، يعني لو أغلبنا ما استخدمش السوفت وير قبل كده والموضوع بالنسبة له تجربة جديدة، احنا هنعملها بس مرة واحدة في بداية السيشن وكده خلاص بقى الجهاز اللي حضرتك بتدخل منه أو التاب اللي أنت فاتحها بتدخل منها على hellosmart.com خلال المحاضرة كلها هتفضل حضرتك يعني signed in خلال السيشن. فهي أول مرة بس الموضوع بيبقى ممكن جديد شوية أو غريب شوية للي مش متعود عليه، لكن بعد كده الدنيا بتبقى أسهل. طيب ممكن الناس تكتب على فكرة، يعني تكتب على الشاشة مفيش مشكلة. هنلاقي على الشمال عندنا في حرف الـ A السكرين اللي بتفتح لنا، نقدر إن احنا نكتب اللي احنا عايزينه مثلا. عظيم جدا. طيب هو ليه موضوع الايموشنز ده مهم واحنا ليه اصلا بنعمل كده في البيت عشان. طبعا ما كانش ليا الحظ ان اتعرف على كل الناس او العدد اللي حاضر معانا، فحبيت اتعرف عليه من الناحيه الايموشنز، يعني المشاعر المسيطره على عقله او على تصرفاته او على المود العام بتاعه. اغلب الناس يعني هنا هلاقي في ناس ستريس داوي وبتاعها كان مرهق جدا، في ناس تانية متعايشه مع الموضوع ما فيش عندهم مشكله. انا بالنسبه لي سعيده جدا انه في ناس معانا سعيده بالمحاضره، فدي حاجه حلوه جدا. احنا ليه بنعمل ده؟ عشان احنا ككبار او كادلتس يعني مهم قوي ان احنا نبقى عارفين مشاعرنا رايحه فين، يبقى مدركين وعندنا الذكاء العاطفي الكافي ان احنا نقدر نميز احنا حاسين بايه، او لما نبقى ستريسد قوي او التوتر عالي جدا يوميا نقدر نتصرف ازاي او نعمل ايه. طب ليه ده مهم نعمله حتى نفسنا الاول؟ عشان احنا لو ما عملناش ده وما كناش اوير بده قوي مش هنقدر نعمله مع المتعلمين بتوعنا، يعني مش هنهتم نبقى عارفين الطالب بتاعي اللي حاضر معايا السيشن ده اصلا ستريسد ولا لا. هنا الستريس زاد قوي، انا اسفه جدا انا بصدر طاقه سلبيه. لازم اكون عارف ده عشان اقدر اساعد الطالب بتاعي ان هو يطلع من حاله التوتر الصعبه جدا. طب ليه بنعمل ده؟ ليه طالب الستريس مشكله هو بيئه التعلم؟ مشكله لنفسه، مشكله لاقرانه، مشكله للمعلم اللي بيقدم له التجربه التعليميه دي. لانه دايما نسمع انه مدرس بيشتكي ان الطلبه بتاعتي مش مركزه، مش 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 مهتمه جوه الفصل، عندهم غضب زياده شويه، لو هو بيحل حاجه او زميله عمل مش عارف ايه هيبقى منفعل بشكل مش مقبول مثلا. كل ده بنرجعه انه
بالناحيه الاخلاقيه مثلا او ناحيه التربيه في البيت او ناحيه حاجات كتير، في حين انه ممكن يكون ستريسد اصلا من الطريقه اللي المعلم بيقدم له بيها تجربه التعلم دي. يعني ممكن نكون احنا السبب واحنا مش عارفين. فمهم جدا نبقى عارفين ازاي نقدر نحس بالطلبه بتوعنا، نقدر نقيم الايموشنز بتاعتهم او الانفعالات بتاعتهم، ونعرف كمان اسبابها ايه. طيب مش عايزين نوصل لشكل طلاب يعني ستريسد جدا اثناء العمليه التعليميه. بما ان في ناس كتير بعتت انها ستريسد، فانا عايزه ابعت لكم فيديو لطيف جدا لموضوع الستريس الزياده. وانا جربت فعلا وهو لقيته حاجه مهمة جدا نعملها من وقت للتاني عشان نقدر نحافظ على الايموشنز بتاعتنا تبقى بشكل ايجابي كبير. انا بعت لكم اللينك دلوقتي في الشات بوكس، ممكن تشوفوه بعد السيشن. ده من الحاجات اللطيفة جدا ان احنا نعمل ريسيت للنيرفس سيستم بتاعنا، نرجعه كده زيرو خالص عشان نقدر ان احنا نتحكم في الايموشنز بتاعتنا خصوصا السلبية منها. طيب للأسف بنلاقي الشكل ده من الطلبة موجود كتير في الفصول، أتمنى ما يكونش كتير، بس النوع ده موجود كتير عندنا. في ريهام بعتت دلوقتي إن هي مش قادرة تجوين الكلاس. الفكرة دلوقتي يا ريهام إنه أنا سبت السلايد اللي فيها الأكتيفيتي. إحنا هنعمل حاجات مشابهة كتير دلوقتي، فاللي ما قدرش ان هو يجوين في او يدخل معانا في الاكتيفيتي اللي فات ممكن بعد كده يدخل معانا في حاجه ثانيه نفس الفكره يعني. بس انا عشان نقلت سلايد ثانيه فخلاص هو مش هنقدر انتر اكت قوي. لو انا كمان رجعت هنا للتيتشر سبيس، يعني انا دلوقتي اللي متحكم في السلايد، يعني مش هتقدر كطالب ان انت تتنقل ما بين السلايد كلها. زي ما قلنا احنا مش عايزين النوع ده من الطلبه تبقى موجوده. طيب هو الاسترس بيعمل ايه في الطالب؟ وليه لما الطالب بيكون استرس قوي هو الفصل او عنده ايموشنز سلبيه كتير ما بيفهمش او بيبقى عنده مشكله كبيره جدا او صعوبات تعلم او في مشاكل كتير بتقابلنا كمعلمين؟ افتكروا ليه؟ ممكن حد يبعت لنا كده في الشات ليه الطالب وهو استرس ما بيقدرش يفهم او تبقى عنده مشكله في الاستيعاب مثلا؟ يعني أكيد المعلم هو السبب في أغلب الأحيان من خلال المقاربات التي بتظهر للتعليم. عظيم، حلو قوي. قلة التركيز، الحالة النفسية. طب ما هو برضو قلة التركيز دي جاية منين؟ الحالة النفسية طبعا، لو هو استرس زي ما كنا بنقول من شوية بيبقى فيه مشكلة. بس ليه لما بيبقى عنده مشكلة أو حالة نفسية أو متضايق أو مضغوط أو كل المشاعر السلبية دي موجودة، ليه بتأثر على التعلم؟ ليه مش بيقدر يتعلم بشكل أفضل؟ البيئة اللي حواليه. عظيم. لما يكون الطالب تحت ضغط بيفقد الدفاعية نحو التعلم. حلو جدا يا أستاذ محمود. طب ليه بيفقد الدفاعية نحو التعلم؟ على فكرة ده مش بينطبق على الطلبة بس، ده حتى علينا إحنا ككبار. قدرته على التفكير بتقل. والحقيقه ان كان في، انا كان دايما السؤال ده شاغلني بشكل كبير قوي. اكتشفت مؤخرا ان كنت مهتمه جدا مؤخرا بالقراءه في موضوع السوشيال ايموشنال ليرنينج او التعلم المبني على التعلم العاطفي، يعني او انه يبقى في بيئه اجتماعيه فيها العاطفه شيء مهم. العاطفه بمعنى احترامه للايموشنز او المشاعر اللي هو بيحس بيها، سواء مشاعر خوف، مشاعر امان، مشاعر يعني اي مشاعر مسيطره سواء ايجابيه او سلبيه. ده مهم جدا ان احنا نبقى فاهمينه كمعلمين. اللي بيحصل ببساطه في الموضوع ده، المعلم لو عصب بين ده للطلبه ده صحيح يا مستر رضوى. الحقيقه الموضوع كمان ليه ابعاد بيولوجيه او بالنسبه للمخ الانسان. فيما يسمى بالبرين بيس ليرنينج او التعلم القائم على المخ، يعني ان احنا كمعلمين لازم نبقى مدركين جدا المخ بيحصل فيه ايه اثناء عمليه التعلم. ايه الاجزاء اللي بتبقى منوره خلينا نقول ببساطه، او ايه الاجزاء اللي ما بتبقاش اكتف اثناء التعلم، وازاي الحاله النفسيه او الايموشنز اللي عند الطالب او المتعلم ممكن تاثر على استجابته او على الطريقه اللي بيستقبل بيها المعلومات. يعني في جزء في المخ
بيسمى اللوزة الدماغية أو الأميجدالا. الأميجدالا دي أنا دايما بحس إن هي الجزء الأحمر ده أو الروز لو في أسفل المخ، وكأنها بوابات مسؤولة عن مرور المعلومات الجديدة للذاكرة الدائمة في المخ. فوقت الاسترس الجسم بيفرز هرمونات زي الكورتيزول مثلا أو الأدرينالين وقت الخوف أو كده، فلما بتفرز هذه الهرمونات البوابات دي وكأنها بتتقفل، فبتمنع تدفق المعلومات بسهولة إلى الذاكرة الدائمة، وعشان كده الطالب ما بيبقاش قادر لا يستقبل المعلومات بشكل كافي، لا بيقدر يبقى مستوعب الكلام اللي بيتقال له، طول الوقت في خوف، في انفعالات، السلوك بتاعه كمان بيتأثر بشكل كبير. الحل إيه لحاجة زي كده؟ نعمل إيه؟ إحنا دخلنا في حتة بيولوجي بحتة شوية، وإحنا معلمين في الآخر، إحنا الناس مش متخصصة ولا أنا متخصصة، بس المهم نبقى فاهمين إن الموضوع مش إن الطالب بيعاندني أو إن الطالب مش عايز يستجيب أو إن الطالب، أنا عارفة إنه المدرس ما عندوش وقت إن هو يقدر يواجه كل المشكلات دي أو كل التحديات دي جوه الفصل، إنه هيفكر وعندي قدامي كام طالب في الفصل وهقدر أشوف كل واحد إزاي، بس المهم أكون أوير وعارف إنه الحالة النفسية للطالب لو مش لا تغلبها الإيجابية يعني ده هيأثر بشكل كبير جدا على استيعابه. طيب نحل المشكلة دي إزاي أو نعمل إيه عشان نتلافى الموضوع ده؟ إيه الحاجات اللي ممكن تزود الاسترس في الفصل أو في بيئة التعلم، وإيه الحاجات اللي ممكن ما تزودوش؟ إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا مقبلين إن إحنا نستقبل معلومات جديدة، وإيه الحاجات اللي لأ؟ من وجهة نظركم إيه الحاجات اللي ممكن تزود الاسترس جوه الفصل؟ إيه الحاجات اللي ممكن تقلله أو تخلي بيئة التعلم بيئة ممتعة بالنسبة للطالب وبالنسبة للمدرس، ما يبقاش فيه الجو والتوتر والشحن السلبي اللي موجود. احنا دلوقتي هنرجع تاني للأكتيفيتيز، فياريت الناس اللي ما عرفتش تدخل المرة اللي فاتت تقدر تدخل المرة دي. تاني احنا بندخل على hellosmart.com وبعد كده بندخل الكود، هنلاقيه في التشاتين بوكس برضو. اوكي، في الاكتيفيتي ده احنا مش هنعمله بشكل فردي، يعني في الاولاني لما كل واحد عبر عن المشاعر اللي حاسسها كل واحد بس هو اللي عبر عن نفسه، فاحنا عايزين دلوقتي ان احنا نقسمنا فريقين، فريق هيقول ايه الحاجات اللي بتزود الستريس وايه الحاجات اللي مش بتزود الستريس. فانا دلوقتي هحاول الاكتيفيتي ده، هنشتغل فريقين. عايز اقول بس قبل ما نكمل، احنا دلوقتي بنشتغل على لوميو كمتلقين كمتعلمين. هنقول في الجزء الثاني من المحاضرة ازاي كل الكلام ده بيتعمل، بس كان مهم جدا ان احنا نمر بالتجربة ونحس بان الطالب بيحسه علشان نقدر نتخيل الفاينل برودكت او المنتج النهائي بيبقى شكله عامل ازاي. طيب احنا هنتقسم فريقين دلوقتي، دي الناس اللي قدرت تدخل. اوكي، هو قسمهم اوتوماتيكلي. اوكي، فاحنا ممكن نغير لو عايزين، مثلا ممكن نخليهم مثلا جروب سيدات وجروب رجال مثلا، ما اقصدش اي حاجه والله، بس يعني ممكن نقسمها كده ونقول ستارت للورك سبيس دي. احنا معانا 5 دلوقتي اكتف قادرين يدخلوا معانا. عظيم جدا. المفروض ان كل تيم من الاثنين دول، تيم الاحمر والتيم الاصفر، فالاحمر دكتور محمد واستاذ محمد او دكتور محمود سوري واستاذ محمد هيقدروا يكتبوا على السكرين فنقدر نشوف هم عملوا، نقدر نشوف ده ازاي. يعني انا دلوقتي كمعلم بعت للطلبه بتوعي وعايز اشوف الاجابات بتاعتهم كجروبس، مثلا لو احنا جوه الفصل ومقسمينهم جروبس وعايزين نشوف كل جروب عمل ايه، فنقدر ندخل كده على الصفحه بتاعت اول تيم دكتور محمد ودكتور محمود واستاذ محمد، ممكن نقدر نشوف اللي هم كتبوه. طيب لازم الاول سوري نديهم بس الاكسس هم يقدروا يكتبوا على السكرين. التولز عندكم كمتعلمين دلوقتي هتبقى ظاهره على الشمال، في عندنا قلم وفي الحرف الاي ده لو احنا عايزين نكتب زي الموبايل، يعني نقدر نكتب اللي احنا عايزينه، ممكن نضيف صوره مثلا او لينك او حاجه لو احنا او شيبس، فممكن نكتب من حرف الاي بالكيبورد على طول او بالقلم. طب والله ما اقصدش خالص تصنيف استاذ بشير او بشير. انا سعيده جدا ان معانا ناس من دول عربيه مختلفه، دي حاجه تشرفنا جدا يعني.
عظيم. في ناس كمان بتكتب في الشاتنج بوكس، الأهل دول بيسببوا مشكلة كبيرة، سبب في الضغط ده حقيقي يا أستاذ سماح. أنشطة التعلم التعاونية، جميل جدا. طب خلينا نشوف التيم التاني بقى عمل إيه. عظيم، البنات شايفين حلو جامد يعني. الحاجات اللي بتزود الاسترس، العيلة والأصدقاء، البيئة السيئة، الضغط التعليمي، الجيمز دي بتقلل الاسترس ده طبعا، والاستراتيجيز بتاعت التيتشر، هو بيستخدم ايه في الفصل، هل بيدعم التعليم التعاوني مثلا ما بين الطلبة ولا لا، ده بيقلل كتير الاسترس وبيخلي الطلبة حاسة ان انا مش لوحدي، انا معايا حد بيساعدني عشان احقق حاجة معينة، فده كمان بيقلل الاسترس. في كمان من الحاجات المهمة جدا ان احنا نقرا فيها السوشيال ايموشن ليرنينج زي ما قلت، او التعلم العاطفي، ده حاجة مهمة جدا. خليني اشير معاكم حاجة مهمة قوي في السوشيال ايموشن ليرنينج، هي فريم ورك كده لطيفة وعاملين فيها ويل، ممكن نشوفها برضو مع بعض. بتلخص كبير جدا جزء كبير من اللي حضراتكم قلتوه، الموضوع مش بس للمعلم، مش المعلم هو السبب المشكله الكبير في الحياه يعني، ولا الاهل بس، ولا الاصدقاء بس. دي انا حطيت لكم اللينك بتاعها في الشات بوكس، بتورينا قد ايه السوشيال ايموشن ليرنينج مهم عشان يدي الطلبه بعض اللي هي السيكتورز المنوره اللي جوه دي او الملونه يعني، بتساعده في السيلف مانجمنت، انه ازاي هيدير نفسه في بيئه التعلم او في اي يعني، او بس هو كطالب مهم جدا ان احنا نديله المهارات دي من خلال انشطه، من خلال ديسكشنز، من خلال حاجات كتير قوي. مهم كمان انه نخلي عنده الوعي الذاتي كبير، يبقى عارف نفسه لما بيبقى غضبان بيتصرف ازاي، لما بيبقى سعيد بيتصرف ازاي، لما بيبقى مش فاهم او حاسس ان هو لا ينتمي للبيئه اللي هو موجود فيها حتى لو كتب فصل، يتصرف ازاي، يعمل ايه، يطلب المساعده من مين. لازم كمان يكون عنده السوشيال اويرنس او الوعي الاجتماعي المهم، الريليشن شيب سكيلز، ازاي هبني علاقه مع زميلي اللي في الفريق بتاعي عشان هنحقق الدرس في النهايه، ازاي نقدر نتخذ قرار لو انا تيم ليدر في الفصل ومنوط بيا ان انا هساعد زمايلي، هساعد الفريق بتاعي اللي محتاج مساعده منهم، وازاي اطلب منهم ان هم يساعدوني، وكل ده كله بيدخل في الدائره الاولى اللي هي في الكلاس روم، ايه بيحصل جوه الفصل. لازم وانا بدرس او بوصل المحتوى بتاعي في الانستراكشن او في الاستراتيجيز بتاعتي زي ما حضراتكم بعده كتب، لازم اكون مراعي الحته دي جدا وانا بصمم الانشطه بتاعتي التعليميه، ده مهم قوي، بما يخدم برضو في النهايه تحقيق الاهداف التربويه او مخرجات التعلم اللي احنا عايزينها. بعد كده الدايره وسعت شويه، الكلاس روم، بعد الكلاس روم المدرسه، الكالتشر جوه المدرسه او ثقافه المدرسه كلها، ودي بيخطي الاداره، وكان في حد فيه كتب الادمنستريشن، مهم جدا ان الاداره تبقى واعيه للمفاهيم دي، مهم قوي، لان لو الاداره ضغطت المعلمين بجدول حصص مزدحم، لو اداره العمليه التعليميه جوه المدرسه بشكل ضاغط جدا، ده هيأثر في النهايه على الطلب. فمهم جدا بيئه العمل جوه المدرسه كمان تدعم السوشيال ايموشن ليرنينج، وايه البوليسيز اللي المدرسه شغاله بيها، حاجات كثيره جدا. يعني افتكر مثلا انه احد الجامعات الخاصه في مصر في الدراسه بتاعتها في التعليم اللي هو بعد البكالوريوس يعني، او الدراسات العليا، بتاع التحدث جوه قاعات الدرس باي لغه ثانيه غير اللغه الانجليزيه مثلا. طيب نتخيل لو في احد الطلاب عنده مشكله في الموضوع ده، هو شاطر في الانجليش وعدى من الامتحانات القبول وكل الكلام ده، لكن هو مش قادر يتواصل بشكل كبير جدا مع ده، مهم قوي ان في البوليسي بتاعه المؤسسه دي تكون قادرة تساعد الطلبة اللي عندها مشاكل مثلا من النوع ده في البوليسي بتاعتها.
لكن ما تبقاش الموضوع ديكتاتوري قوي بشكل انه لا واي حد ما يحققليش الستاندرد دي يبقى ما ينفعش عندي. مهم جدا ان اقدر اوصل، لان كل الناس مش على نفس المستوى من المهارات، ومش من مش على نفس المستوى من القدرة على ان انا اتحسن بسهولة، وحتى الدرجات التحسن بتاعتنا ما بتكونش على نفس المستوى. لو خرجنا في دائرة اكبر شوية هندخل بقى في الفاميليز والكير جيفرز والناس اللي بتهتم بالصحة النفسية للطفل مثلا، وفي النهاية الكوميونتي كله. طبعا في حد ممكن يقول طب ده بقى في المدينة الفاضلة الكلام ده، بس ده حقيقي، بس احنا بنحاول ان احنا نحقق الكلام ده. اللطيف جدا في الويل دي انها انتراكتيف او تفاعلية، لو دوست على اي سيكتر منها هيطلع لي تفاصيل اكتر عنه، عن سيلف اويرنس مثلا، عن السوشيال اويرنس وهكذا. فانا شايف ان هي حاجة مهمة جدا ان المدرس يقدر يبقى فاهمها كويس وواعي بيها كويس عشان يقدر يساعد الطالب. أستاذ بشير أنا مش عارفة العربي، في حاجات في تقريبا في حروف مش واضحة قوي بالنسبة لي. في البيداغوية العلم التربية يعني، نعمل على معايير التكوين. أنا مش فاهمة يعني إيه لتكوين الفوج داخل الفصل الدراسي ومعايير أخرى لتيسير الفوج. هو ممكن يكون بس مصطلحات مختلفة، لو حضرتك تقدر تقولها لي بالمصري أكون سعيدة جدا، عشان أنا مش فاهمة تيسير الفوج. بس أنا عجبني الجملة أخيرها عظيم، نفسح المجال للمتعلمين المتعثرين للقيام بأدوار والتخلص من جميع الحواجز النفسية. ده هايل جدا، لأن إحنا نديله دور إنه يبقى ليه صوت كمان في الفصل. ودي أحد المعايير التربوية المهمة جدا إنها تكون موجودة جوه الفصل، إن أنا أسمح للطالب إنه يكون عنده صوت. Give them a voice and a choice. ده مهم جدا إن يحس إن هو ممثل جوه الفصل أو جوه البيئة اللي هو فيها. طول ما هو حاسس ان انا مش involved او مش متضمن جوه البيئة اللي انا فيها هيبقى فيه مقاومة بشكل كبير، وده هيأثر بالتالي على التجربة التعليمية. نرجع تاني للوميو ونشوف الناس عملت ايه بقى في الاكتيفيتي. عظيم جدا، ده التيم التاني. رجعنا للتيم الاولاني، شوف الناس عملت ايه. ده هنا الناس ما شاء الله. اللي بيزود الستريس الاختبارات، ده شيء عظيم جدا فعلا. حاله نفسيه للمعلم، ده اكيد حاله نفسيه معديه جدا يعني. بس في حاجه مهمه في الحته دي، ما احنا برده مش هنقدر نضمن ان المعلم يكون في حاله نفسيه ايجابيه طول الوقت. احنا في الاخر بشر وبنتأثر وفي ضغوط حوالينا، والضغوط الموجودة ما لا تنتهي يعني، هي بتزيد بس. فانا شايفة انه من الكياسة او من الذكاء بالنسبة للمعلم انه يبقى عارف، هو اوير بنفسه اكتر وعارف حالته النفسية بتكون امتى ايجابية وامتى سلبية، وازاي يقدر يقلل تأثر الطلاب بتوعه بالحالة النفسية السيئة. وانا شايفة ان التكنولوجيا هنا ممكن تساعد بشكل كبير جدا، ان انا احاول ان انا طالما انا عندي مثلا غضب او عندي طاقه سلبيه وحشه او مريت موقف صعب، او ما احاولش ان انا يبقى الاحتكاك الشديد قوي الشخصي مع الطالب، احاول ادخل التكنولوجيا بشكل كبير، بس اعرف ازاي ادرها بشكل مظبوط يحقق لي الاهداف التربويه اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت يخليني اقلل الاحتكاك المباشر قوي مع الطلبه من ناحيه الكلام، من ناحيه الشرح، من ناحيه حاجات كتير، فما نقللهمش الطاقه السلبيه دي بشكل كبير. بس النقطه مهمه جدا، المحتوى كمان مظبوط زي موضوع الاختبارات. طول الوقت احنا الاختبارات التقليديه وبيقولوا عليها الستاندرايزد تيست دي، اللي هي انا بس بقيس قدره الطالب انه فهم او ما فهمش من الامتحانات النهائيه او الامتحانات الاخر كل شهر او كل 3 شهور، في حين ان ده انا ما بشوفش ان ده بيقيس حاجه بصراحه يعني. الفورماتيف اسسمنت او الاختبارات البينيه اثناء الفصل واحنا شغالين في الانشطه هي دي اللي بتديني الفيدباك الحقيقي عن الطالب، هو فاهم ولا مش فاهم، والمشكلة عنده فين. اوكي، ما انا مش فاهمه يا استاذ بشير يعني ايه الفوج، هي دي الكلمه اللي انا مش فاهماها، فلو تقدر حضرتك تشرحها لنا يكون اكون شاكره جدا. طيب ازاي اقدر اقيس الاسترس ده، او ازاي اعرف ان الطالب اصلا استرس؟ مهم قوي ان اكون عارف اقيس ده.
وحضرتك قلت وده بشكل كبير جدا ان هو ممكن الاقي ان الاسئله قلت بشكل كبير في الفصل وانا شغاله، محدش مهتم يسال، بقول معلومات جديده وكتيره ومحدش مهتم او مفيش اسئله كتيره، ايه ده انا مش فاهم الموضوع ده، يعني ايه الكلمه دي، يعني ايه كذا، ده معناه ان الطلبه مش مركزه معايا، ممكن تكون بشكل كبير جدا ستريس او مضغوطه، ممكن تكون حاسه بالملل اثناء الحصه، ممكن الاقي الانتباهات بقى الانتباه راح، كل واحد بقى مشغول في حاجه ثانيه او بيفكر في حاجه ثانيه او بيلعب في الموبايل او اي كان. طيب ازاي اقدر اقلل الاستريس ده؟ حضرتك قلت حاجات كتير جدا من اللي احنا كنا كاتبينها، بس في برضو حاجه مهمه قوي ان المدرس dont be judgmental، ما تبقاش بتحكم، بمعنى انه انا سالت سؤال كمعلم، لو لقيت الطلبه مثلا في جزء شاطر 2 3 الشطار اللي بيقعدوا قدام دول جاوب صح وحاجه جميله جدا، بس ده مش مؤشر كامل ان كل الطلبه فهمت، في طالب تاني ممكن ما يبقاش فاهم كويس، ما حاولش ان انا اخليه ماده للسخريه، في ناس بتقول اه دي بقى التربيه الايجابيه وكده، لا بس الموضوع فعلا بيفرق كتير. انت ممكن تقول له طب انت ليه جاوبت كذا، ناقش معاه بس بشكل افضل، ما تجيبش المشكله ان المشكله عنده، لان ده برده بيزود الاستريس عنده وهيخليه في الاخر ما يفهمش، يبقى انا برده ما حققتش حاجه كمعلم. لازم اكون واضح. مهم كمان قوي وانا في الفصل ادي انستراكشنز، يعني ايه؟ يعني لو انا بشرح حاجه اونلاين مثلا زي اللي احنا فيها دي، زي مثلا لما قلنا ان الناس تدخل بالموبايل او هتشارك في اكتيفيتي مثلا، مهم قوي ان اكون كاتبه الانستراكشنز دي او اكون سواء بصور او مكتوبه، يبقى الناس عارفه هي هتعمل ايه وليه، ده مهم قوي، مش يلا احنا بنعمل كذا دلوقتي، الموضوع ده بيفرق بشكل كبير. تخيلوا مثلا لو احنا ابتدينا لوميو، وانا كنت هيستخدم اصلا المحاضره بالجمله دي، تخيلوا لو احنا بدانا المحاضره وبقول لكم ده لوميو بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، الموضوع هيوصل والناس هتفهم وكل حاجه، بس انا برده مش فاهم انا بعمل ده ليه، فدي نقطه مهمه جدا ان انا ابقى موصل للطالب احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله في الفصل ليه، ويجي على راس القائمه ان احنا نشير الليرنينج اوبجكتيفز او اهداف التعلم، ده مهم جدا حتى لو كانوا في كي جي، لان ده هيرتب في دماغهم ان احنا بنقدم التجربه التعليميه دي او الشرح اللي بنقدمه ده او الماده العلميه دي لهدف ما، حتى لو هو مش عارف يقرا اللي انا كاتبه، بس المهم توصل له الرساله دي، يبقى فاهم ان انا في كل حصه بخش اتعلم فيها في هدف في النهايه عايزين نحققه، فده مهم جدا. فنحاول ما نبقاش confusing ليهم، يعني يبقى الدنيا مش واضحه رايحه فين واحنا بنعملها ليه كده. مهم كمان ان احنا نربط اللي احنا بنقدمه بالريال لايف، وده احد استراتيجيات التدريس المهمه جدا اللي بتستخدم كمان بشكل كبير جدا في الستام او الستيم education، عشان يبقى ليها معنى، ما نتسالش السؤال العقيم اللي بتسال كل حصه ماث او ساينس، واحد ناخد ده ليه، انا هعمل بيه في حياتي، فده برضه بيزود ستريس، انا مش فاهم، مش لاقي معنى للي انا بعمله، انا مش عارف ان ليه موجود هنا، كل الاسئله دي لما بتدور في عقل الطالب ما بيبقاش قادر ان هو يستوعب اي حاجه جديده، وبتحصل بقى مقاومه التعلم اللي احنا بنعاني منها كمعلم. طيب زي ما قلت مهمه جدا ان احنا نقرا في موضوع السوشيال ايموشنال ليرنينج، ده هو حاجه مهمه جدا على كل المستويات، السيلف اويرنس او الوعي الذاتي والوعي المجتمعي والوعي العلاقات وانشاء علاقات صحيه مع الاخرين، ده مهم جدا، مهم جدا للطالب، مهم جدا لبيئه المدرسه، مهم لبيئه العمل لما يكبر، لانه خلاص هتبقى مهاره عنده هو شخصيه هتقدر هتطلع بعد كده وهتنعكس على سلوكه في الحياه، في البيت، في المدرسه، في الشارع، في النادي، في اي حته، ففي الاخر وده اللي في الاخر بيشكل المجتمع وبيبان هو مجتمع ايموشنال يعني صحي ولا لا، ده مهم جدا. انا سامعه صوت كده من بعيد قوي بيقول لي هو انا كمدرس هو انا هعمل كل ده؟ يا جماعه احنا لازم نفكر في كل ده، لان احنا بنشتغل اصعب شغلانه في الدنيا، دي مش اسهل حاجه. تمام، اخيرا عرفنا تعريف الفوق. اوكي، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني مجموعه صغيره من التلاميذ. اوكي، انا اول مره اسمع الكلمه، فعشان كده ويا ريت برضو استاذ بشير يقول لنا هو مشرفنا من انهي بلد عشان برضو نعرف الكلمه يعني بتعكس اي ثقافه. يعني شكرا لحضرتك. نرجع بقى للوميو. احنا فهمنا بشكل يعني مختصر، احنا يعني مش بالتفصيل قوي الموضوع، لو قرينا فيه كتير هنلاقي ان الموضوع كبير فعلا،
بس كله يجي تحت تايتل كبير قوي اللي هو البرين بيز ليرنينج او التعلم القائم على المخ. لو احنا كمعلمين حتى لو مش متخصصين في الساينس يعني او عندنا خلفيه علميه عظيمه بيولوجيه يعني مهم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل حتى في المخ البني ادم حتى الكبير. انا على المستوى الشخصي قراءتي في الموضوع ده فادتني انا حتى على المستوى الشخصي كتير، بتخلي الواحد اوير اكتر هو بيفكر ازاي، بتزود عنده مهارات الميتا كوجنيشن سكيلز او مهارته ان هو عارف هو بيفكر ازاي ويعرف يدير نفسه بشكل افضل علشان يحقق اللي هو عايزه. فكمهاره شخصيه دي حاجه مهمه جدا. زي ما حضراتكم قلتوا وزي ما ناس كتير قالت لازم تكون البيئه التعلم بيئه تفاعليه وتكون جاذبه وتكون ممتعه للطالب وللمعلم. احد الادوات بقى العظيمه جدا اللي ممكن تحقق لي الكلام ده التكنولوجي. التكنولوجي كده وخلاص يعني، انا لو حطيت اي عنصر تكنولوجي جوه الفصل بتاعي كده انا اضمن ان انا هتبقى بيئه التعلم ممتعه. بس بشرط ابقى فاهم التول دي هتحقق لي ايه، ولازم قبل ما استخدم التول اكون حاطط الاهداف التربويه او محددها تحديد كامل، ابقى عارف انا داخل اشرح ايه. يعني انا لو داخل بشرح درس في الساينس عن الجدول الدوري مثلا لازم اكون حاطط الاهداف التربويه بتاعتي، انا عايز الطلبه تخرج فاهمه ايه من الحصه دي. نبعد التكنولوجيا على جنب بقى، نيجي للكور بقى بتاع التربيه والتعليم نفسه. لازم احط اهداف تربويه محدده ولازم اشاركها مع الطلبه بتوعي، ده مهم جدا. بعد كده بدور واشوف ايه الادوات التكنولوجيه اللي تقدر تحقق لي او تساعدني في تحقيق الاهداف دي او مخرجات التعلم دي. هي دي الترتيبه، اظن الترتيبه الصح لاستخدام التكنولوجيا. ما ابداش ابدا بالتول نفسها، ما اقولش انا النهارده عايز استخدم يوتيوب في الحصه. ايوه يعني هعمل ايه باليوتيوب؟ النهارده هستخدم لوميو، انا شفت لوميو ده بيعمل حاجات خطيره جدا انا عايز استخدمه. ايوه بس هستخدمه هعمل بيه ايه؟ فمهم الاول ان انا ابتدي بالاهداف بتاعتي التربويه، ابقى عارف انا عايز احقق ايه وعايز اوصل الطالب بتاعي منين لفين. فده مهم قوي. لوميو احد الادوات الكبيره جدا اللي ممكن تساعدني في حاجه زي كده. هنشوف دلوقتي يعني امثله من درس في الساينس عن اللايت والشادو او الضوء والظل يعني. وهنشوف ازاي ممكن نقدم الدرس ده بمساعده لوميو بشكل كرييتيف او بشكل جديد او بشكل ممتع بالنسبه للطالب. لو انا بقدم الدرس ده لاول مره مثلا ومش عارف يعني، انا ممكن اخش اقول الظل هو كذا كذا هو انعكاس مش عارف ايه، ونقعد نقول التعريفات الكبيره اللي موجوده في الكتب اللي هو ممكن الطالب يلاقيها على الانترنت. يعني الموضوع مش صعب، المدرس ما بقاش هو المصدر الوحيد للمعلومه دلوقتي، بس الفكره انا هقدم له الوجبه التعليميه دي ازاي. فممكن مثلا ابتدي الدرس بتاعي بفيديو 15 ثانية كده أفرجهم على الفيديو. بس قبل ما أفرجهم على الفيديو ممكن سؤال مثلا. ممكن نبتدي الحصة بسؤال. إحنا هنشوف ولازم أديهم الانستراكشن زي ما قلت. إحنا هنشوف فيديو دلوقتي وهنجاوب على السؤال ده. ممكن نديهم شيت تبقى معاهم فيها السؤال ده وورقة بيضاء يكتبوا اللي هم شافوه في الفيديو مثلا، أو ياخدوا نوتس أو أيا كان. فبعد ما شافوا الفيديو ممكن اساله سؤال لطيف قوي، او يعني انا بسال السؤال قبل الفيديو مفترض يعني، وبعد كده هم يجاوبوا على السؤال ده. طيب الطفله دي كانت خايفه من ايه؟ لو انا في فيس تو فيس يعني انفايرمنت، فممكن الطلبه تطلع على السمارت بورد او ايا كان وتكتب على السبوره على 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 لوميو يعني على السمارت بورد. طيب لو انا اونلاين مثلا وعايزه الطلبه تجاوب، انا ممكن الورقه اللي كانت معانا اللي فيها السؤال دي احولها لكذا حاجه. ممكن اخليها انديفيديوال هاند اوت، يعني كل طالب هيجي له السؤال ده على الديفايس بتاعته او على الجهاز بتاعه ويقدر هو يجاوب او يبعت الحاجه بتاعته. الحاجه الثانيه ممكن اخليها جروب ورك سبيس، يعني نقسمهم جروبس زي ما عملنا كده في الاكتيفيتي اللي فات، قسمناهم مجموعتين كل مجموعه هتجاوب وبعدين نقارن نشوف انهي تيم جاوب ايه وعمل ايه واقدر ادي فيدباك ده. الفكره شكلها كان متقسمه يعني كروت كده وكل كارت ليه الروم بتاعه. او اخليها هول كلاس وايت بورد، يعني ايه؟ يعني السؤال زي ما انتم شايفين كده في البريفيو
سؤال موجود وكل فصل هيجاوب على نفس الورقة. فأنا عايزة كده، أنا عايزة كل فصل يكتب أفكاره، كل الناس اللي داخلة تقدر تكتب أفكارها. فكده كل حد من الناس اللي هي already عاملة ساين إن، هم غالبا ست دلوقتي، نتمنى برضو الناس اللي مش قادرة تدخل تجرب تاني، لعل وعسى تقدر تدخل معانا hellosmart.com وبعدين ندخل الكود. دي حاجة لطيفة جدا. هو الهدف من الاكتيفيتي مش ان احنا نقيس الناس هتجاوب صح ولا لا، بس هو الفكرة ان احنا نجرب الاكتيفيتي او طريقة التفاعل نفسها ما بين الطالب وما بين المدرس بتتم ازاي. عظيم، في حد مبتكر جدا بعت لنا صورة بدل ما يكتب، ودي برضو تنقلني النقطة مهمة جدا. بشكر طبعا اللي بعت الصورة، ان احنا الطلبة بتوعنا مش كلهم مش نفس النمط. بمعنى مش معنى كده انه الطالب الاوديتيف او السمعي انه هو ما بيفهمش بطريقه تانية، لا، بس هو بيبقى مبسوط اكتر لما بيسمع اوديو مثلا، لما بديله الانستراكشنز مسموعه مش مكتوبه بيبقى مبسوط اكتر. الفيجوال ليرنر بيبقى اسهل انه يعبر عن الاجابات بتاعته او احتياجاته او اسئلته بصوره. في ناس لما تيجي تساله انت مش فاهم الموضوع ده ازاي، يمسك ورقه ويكتب حتى لو كان، او يرسم. فمهم جدا برضو ننتبه وندي الحريه للطالب انه يقدر يعبر بالشكل اللي هو يحبه. فانا سعيده جدا انه الناس قدرت تتفاعل، في ناس ثانيه قدرت تدخل، فدي حاجه عظيمه جدا. شكرا يا رضا. مهم جدا برضو النقطه اللي اثرها استاذ بشير دلوقتي، فكره التقييم الاقران، انه مش كل حاجه احنا زي ما كنا بنقول من شويه، المعلم مش هو المصدر الوحيد للمعلومه ومش هو المصدر الوحيد لكل حاجه واحنا متلقين بس كمتعلمين، ده مش صحيح. يعني كان ممكن زمان خالص يقبل هذا الكلام، لكن دلوقتي لا، المعرفه موجوده في كل حته. دور المعلم انه يساعد الطالب ازاي يوصل للمعرفه دي ويقدر ان هو يحللها ويختار الانسب وهو محتاج ايه اصلا، ويقدر ان هو يسيرش ازاي على اللي هو محتاجه اصلا. فدوره كفاسيليتيتور او كميسر هو ده الافضل بشكل كبير، مش بس هو اللي يقول للطالب انت جاوبت صح ولا جاوبت غلط. لو انا بعمل اكتيفيتي زي ده جوه الفصل، ممكن بعد ما رضوى مثلا بعتت صوره زي دي، ممكن نعمل مناقشه على الصوره دي، هي ايه الصوره، لو نعمل سؤال جديد، وفي صوره كمان جت في الطريقه، يعني شيء عظيم. ممكن نعمل بقى ديسكشن على الحاجات اللي الطلبه بعتوها، هو ده ايه اصلا. انا وريت لهم الاول فيديو للطفله بتصرخ وبتجري، فهي خايفه من ايه، خلاص اتفقنا ان هو الشادو. رضوى بعتت صوره وفي حد تاني بعت صوره فيها شادو، بس الشادو هنا وهنا مختلفين، مش نفس الوضع. هنا ممكن يكون قاتم اكتر هنا، ويكون في اوضه مظلمه مثلا، في الصوره الثانيه لا، في الجو مشمس، فايه الفرق ما بين الاثنين، ونعمل ديسكشن. وممكن الاثنين اللي بعت الصوره كل واحد يوم يشرح هو بعت دي ليه، وليه حاسس ان ده شادو مثلا، وليه هنا الشادو ده اكبر وده اصغر وهكذا. فهيبقى في ديسكشن مثمره جدا من ورا اللي قالوه، ويقدروا برضو يعملوا البير ايفالويشن ده او تقييم الاقران بشكل لطيف جدا. عظيم. طيب، احد الافكار اللطيفه جدا اللي انا دايما بحب تكون موجوده في اي بيئه تعلم انا بقدمها، انه يكون الطالب مش بس زي ما عملنا في الاكتيفيتي اللي فات يبعت صوره او يبعت حاجه دور عليها او جاوب سؤال او ايا كان. دي حاجه انا شايفه ان هنطلع ليفل اعلى شويه، انه عايزين احنا بقى نفترض ان احنا في حاسب ساينس وشرحنا خلاص فكره اللايت والشادو وازاي بيتكون والشمس والقصه الطويله دي، هي مش حاسب ساينس بس يعني كمثال. يعني عايزين بقى لو احنا بنعمل السيشن دي مثلا اونلاين،
أثناء الكوفيد والناس في بيوتها مثلا، وعايزين ندي حصة زي دي على سبيل المثال باستخدام لوميو مثلا، فأنا ممكن أطلب من الطلبة إن هي تبص على البيئة اللي حواليها في أي مكان، المكان اللي فيه، في البيت، في النادي، في الشارع، في أي مكان، ويشوف صورة قدامه أو شجرة في الشارع عاملة شادو مثلا، أي حاجة عاملة شادو حواليه ممكن إن هو يصورها بالتليفون، يفتح كاميرا الموبايل ويصور الصورة، هتتعمل لها سيفنج في الجاليري عنده، وبعد كده هيدخل على الاكتيفيتي اللي احنا فاتحينه دلوقتي اللي هو شوت ات اوت، هيقدر ان هو يدخل الصوره ويبعتها. في الحاله دي هو مش بيسيرش على الانترنت، ايه الفرق يعني؟ الصوره اللي فاتت رضوى دخلت على السيرش ودخلت جابت الصوره من على الانترنت مثلا، هنا لا، هو عمل خطوه زياده شويه، هو اللي صور علشان يجيب الشادو المطلوب. ممكن نصعب الموضوع اكتر شويه، احنا عايزين الشادو يبقى تحت البني ادم بالظبط، او يبقى اطول منه، او لو انت في مكان بالليل وحد تاني في دوله اخرى حاضر معاك لسبب ما عنده جو نهار مثلا، فالشادو شكله هيختلف الى اي مدى. ممكن في الحاله دي نقدر نعمل الدسكشن لطيفه جدا ما بين الطلب. في حد بعت دي الشمس السعيده، طيب بس هي مش سعيدة خالص في أغسطس، احنا يعني كانت مش سعيدة خالص، لا احنا عايزين احنا اللي نصور الصورة. يعني انا لو قاعدة على مكتب دلوقتي وصورت بالموبايل، لا دي برضو صورة من الانترنت، انا مش عايزة كده، انا عايزة نصور حاجة ونبعتها. انا هجرب دلوقتي وابعتها. ده طبعا هيحصل في حالة لو انا داخل على الاكتيفيتي من موبايل، لكن لو انا فاتحه من اللابتوب هيبقى صعب شوية ان انا اصور الشادو او نحقق الفكرة دي دلوقتي يعني. فلو في حد داخل من موبايل ممكن ان هو يصور بالكاميرا الموبايل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنصور بكاميرا الموبايل اي صورة بس يكون فيها شادو. في ابتدت في ناس تبعت اهو، عايزين وبعد كده ادخل على الاكتيفيتي في حد بعت صورة هايل هايل، بس هي الإضاءة عشان النور جامد قوي فيمكن، لكن الشادو باين. شكرا جزيلا، دي حاجة هايلة. أعتقد دي أستاذة سمر، أعتقد الإحساس هيبقى مختلف جدا لو أنا ببعت حاجة من البيئة اللي أنا فيها، مش بس بجيب صورة من على الإنترنت. مهم قوي. صورة تانية عظيم. في تاني ممكن نعمله، ممكن نعمل جيم مثلا. دي احد الجيمز الريدي ميد يعني الجاهزه الموجوده في لوميو، وهي عباره عن تمبليت او نموذج فاضي لجيم شو، بس هي النوع ده من الجيمز يفضل لو احنا بنعمله جوه الفصل يعني فيس تو فيس مش اونلاين، هيبقى فعال اكتر لو احنا جوه الفصل. هنفترض ان احنا عندنا برضو فريقين جوه الفصل وهنقدر ان احنا
ونكليك على الميل دي هتطلع لنا أسئلة بشكل عشوائي مش بشكل مرتب يعني. برضو ليها علاقة بالدرس في الآخر بيديني إيه البوينتس اللي الفريق ده هياخدها لما يجاوب صح. فلو جايوا أنا بجاوب أي حاجة بس عشان نشوف الموضوع إيه، بيديني فيدباك. طيب هو هنا عمل إيه؟ هو ما شالش السؤال من قدام الفريق ده، هو خلى السؤال زي ما هو بس قلل البوينت. كده احنا اخذنا بوينت بس اقل شوية عشان جاوبنا صح في المحاولة الثانية مش من اول محاولة. بعدها هتروح للفريق الثاني وهكذا. فدي احد الجيمز اللطيفة جدا اللي موجودة جوه اللوميو، وقدر ان انا احط الاسئلة بتاعتي وهنشوف ده في الجزء الثاني من المحاضرة ازاي نقدر ننشئ اصلا الجيمز دي وازاي ندخل الاسئلة بتاعتنا وهكذا. ده برضو من الاساليب اللي تخلي الفصل بتاعي شيء ممتع جدا، وبعد ما بخلص بيديني الفيدباك في الاخر. هي الجيم عظيمه جدا يا مس رضوى، بس الفكره كلها برضو هوظفها ازاي، ده مهم قوي. لازم تكون كمان مناسبه لموضوع الدرس يعني. رجعنا تاني للجيم شو، لو اخذنا بالنا هنلاقي ان هي مالتيبل تشويس. فلو موضوع الدرس مش مناسب لي او الاسئله اللي انا عايزه احطها او عايزه اشوف مثلا الطلبه فاهمه ايه في الموضوع ده عموما قبل ما ابتدي اشرحه، عايزه اشوف البرير نولج يعني يعرفوا ايه عن الموضوع ده قبل ما نشرح، فحطيت لهم بعض الاسئله. يفضل في حاله زي كده ان احنا نعملها مالتيبل تشويس مثلا، ان احنا نديهم اسئله كده. لكن لو الاسئله مقاليه مثلا مش هينفع ان احنا نعملها بالشكل ده. فزي ما قلت قبل كده ان مهم جدا ابقى عارف احتياجاتي ايه جوه الفصل، انا عايزه احقق ايه عشان اختار الاداه المناسبه للحق اللي انا عايزه. ده مثلا احد الاكتيفيتيز الثانيه اللي ليها علاقه بالرانكينج او الترتيب. برضو لو الناس داخله معانا على الاكتيفيتي اللي مش ظاهر عنده يقدر يعمل ريفرش، هتظهر الاكتيفيتي الجديده. معلش الدنيا بتاخر عندي شويه عشان فاكر في اكتيفيتيز كتيره وانا فاتحه تابس كتير وزوم كمان. عظيم جدا كده انا اختفت من قدامي كمعلم السؤال، بس ظهر قدامي حاجه تانية، الاكتيفيتي داشبورد. الاكتيفيتي داشبورد دي لو في حد كان بيستخدم لوميو مثلا من شهر او حاجه ما كانتش موجوده، هي من الابديتس الجديده العظيمه جدا بصراحه. بتديني هنا عدد الطلاب، بتديني ستاتستكس احصائيه عن الاكتيفيتي ده بشكل مفصل شويه، بتوريني في كم طالب بدأ وفي كام طالب لسه ما بدأش، في اتنين بدأوا وفي لسه خمسه ما بدأوش. فانا كده اوير انا معايا سبعه يعني اكتف ستودنتس معايا في الاكتيفيتي، في خمسه منهم لسه ما ابتدوش يحلوا، في اتنين شغالين دلوقتي، وظاهر عندي فوق على اليمين الان بروجريس انا عندي كام طالب بدأ يحل. طيب انا دلوقتي مش عارفه مين الاتنين اللي بيحلوا، فاقدر ادخل على الستودنت بروجريس عشان اشوف مين الاتنين طلاب اللي بيحلوا دلوقتي وشغالين عشان نشوف هما بيعملوا ايه فاقدر ان انا اساعدهم. بس وانا بفتح ده مهم جدا، وهو كمان بيحذرني ان انا لو عارض الكلام ده جوه الفصل او زي ما انا عامله دلوقتي عامله شيرنج سكرين، فكده كل الفصل هيشوف الاتنين دول بيحلوا ايه او بيعملوا ايه، فالموضوع ممكن يبقى محرج بالنسبه لهم، يزود الاسترس عندهم هما لان احنا متشافين دلوقتي صفحتي كل الفصل بيتفرج عليها وانا شغال وانا بحل. فمهم جدا ان انا ابقى واعي بالموضوع ده، يا اما اقفل البروجيكتور مثلا بحيث ان مش كل فصل يشوف، اشوف انا او اشوف حتى على الموبايل بتاعي ادخل وساين ان از تيتشر واشوف الطلبه دي بتحل ازاي او بتعمل ايه او ايه المشكله اللي واقفه قدامها. فلو قلت دلوقتي شو ستودنت بروجريس هيوريني انا عندي سماح وعندي رضوى، فواضح ان رضوى ابتدت تحل. طب لو دخلنا عند رضوى هنلاقي
هو الاكتيفيتي برضو عشان لو الناس اللي ما شافتش السؤال اصلا، هو كان ترتيب قوس قزح الالوان ترتيبها كان عامل ازاي، لان احنا الدرس اصلا كان على الشادو، والضوء الابيض الخارج من الشمس ده بينقسم في للرينبو اللي احنا عارفينه السبع الوان، فترتيب الالوان دي ازاي. فكل اللي كان بيحصل انه رضوى او اي حد بيدخل على الاكتيفيتي بيدراج بس بيحرك الالوان لاماكنها فيقدر ان هو يرتبهم. انا هنا ظاهر كله غلط. ليه بقى ظاهر كله غلط؟ لان مش كله غلط، لسه فاضلك واحده يا رضوى. انه الغلط ده اللي هو غلط من اول مره، يعني هي ترتيبه ممكن في الاخر هتوصل للصح وهيقول لها هي حلت صح من اول مره ولا لا، هي كده حلت السبع. اخر واحده رقم سبعة هي دي الوحيده اللي جابتها صح من اول مره. ده بيفيدني انا كمعلم الاستاتستكس دي ان انا اشوف رضوى مشكلتها كانت فين، قدرت تحل ولا ما قدرتش. لو ما قدرتش هل هرجع اشرح الموضوع من الاول ولا لا. وده جمال الفورماتيف اسسمنت او التقييم البنائي، ان انا زي الترمومتر زي ما كنت بقول بقيس بيه بشوف نقط القوه فين عند الطالب ونقط الضعف عشان اقدر انا اعدل في طريقه شرحي عشان اقدر اوصله للي انا عايزه. هو ده فائدته. وقد ايه بيدي مؤشر واضح للمدرس هو الطالب فين. اللطيف هنا كمان انه بيقول لي في السكور بتاعها هي خلاص حلت السبعه كلهم رتبتهم، يعني هي حلت واحده من سبعه صح من اول مره. بالنسبه للفصل كله كام حد عمل زي رضوى او الطلبه كلهم حلوا صح من اول مره ولا لا، عندي 1.5/7. ده معناه ان الفصل ما فيهمش حاجه تقريبا يعني. فانا محتاج ان انا اعيد شرح الموضوع بطريقه اخرى او احط الاكتيفيتيز بطريقه مختلفه. كمان بيديني التايم اون اكتيفيتي، هي قعدت قد ايه في الاكتيفيتي ده وهي بتحل. بالنسبه لرضوى اللي مكتوبه بالبيربل دي او بالموف، وتحت بيديني الكلاس افريج، هو الفصل كله في المتوسط عبال ما خلص الاكتيفيتي ده خد منه وقت قد ايه. دي كلها احصائيات بسيطه جدا بس مهمه جدا للمدرس، بيعرفها اثناء الحصه، هي دي اللي بتساعده ان هو يغير طريقه الشرح بتاعه عشان يقدر يوصل الطلبه للي هو عايزه. سماح نفس الموضوع، سماح حلت 2 صح من اول مره والباقي لا بس خدت وقت اكتر من رضوى. ده يديني مؤشر برضو ان الطلبه ممكن توصل بس متاخر، يعني عشان توصل صح هتتاخر شويه في الجديد وهكذا. لو رجعنا تاني للكلاس اوفر فيو وعملت هنا على اليمين السلايدر دي شو ريزولتس، هتديني ستاتستكس بقى للفصل كله بشكل عام. المتوسط الوقت اللي خدوه في الفصل كان قد ايه؟ كان 3 دقائق. اقل حد خد 2.5 واكتر حد خد 3 دقائق 40 ثانيه مثلا. بتقول لي السكور الافريج بتاعه ان الطلبه حلت صح من اول مره مره واحده او مرتين بالكثير مش اكتر من كده. ايه اكتر لون بالنسبه لهم كان سهل ان هم يحددوا ترتيبه في الرينبو؟ كان اخر لون مثلا، الباقي لا كان صعب بالنسبه لهم ان هم يرتبوهم وترتيبهم وهكذا. دي كانت اكتر الالوان اللي اتجاوبت صح من اول مره. فانا شايفه ان هي على قد بسطتها على قد ما هي بتدي احصائيات دقيقه جدا وبسيطه وسريعه جدا، وتساعدني وانا في الفصل ان انا اقدر اساعد الطلبه بتوعي يعدوا من الاكتيفيتي بشكل مستمر. ده كان شكل الاكتيفيتي، سوري ان انا ما وريتهوش في الاول. كل اللي بيحصل ان هم بيعملوا دراجينج، طبعا الاجابه الغلط بيحصل لها رفض وبترجع تاني. انا كمعلم ما اقدر برضه اتحكم في الموضوع ده، يعني ممكن اخلي الطالب حتى لو عمل غلط المكان يقبلها ويخلص الترتيبه كلها زي ما هو شايف، وبعد كده نقدر نشوف نتشكل الاجابات دي صح ولا غلط. طيب في ايه تاني في الاكتيفيتي ده ممكن نعملها لو احنا جوه الفصل مثلا او حتى واحنا اونلاين؟ لو خدنا بالنا فوق هنلاقي فيه تايمر، لو دوسنا بلاي كده هيعمل كاونت داون او هيفضل يعد تنازلي لحد ما يعني انا عامله تايمر عشان اعلم الولاد تايم مانجمنت مثلا، ازاي هندير وقتنا جوه الفصل ان الاكتيفيتي ده هياخد دقيقه مثلا، او بالنسبه لكل طالب مين هيجاوب وذين الوقت المحدد ده عشان يورينا هو حل صح ولا لا وهكذا. عايزه لو عايزه اغير طبعا بقدر ان انا ادوس على علامه الكرس دي واغير التايمنج. كمان ممكن ادي اكتف الاند الاكتيفيتي امتى، انا ممكن بعد ما الكاونت داون ده يخلص الاكتيفيتي يتقفل من على الديفايس بتاعت الستودنت فهو كده خلاص عارف ان الوقت انتهى. بس برضو اكون حريص جدا وانا بعمل ده بعمله امتى، يعني لو بعمل حاجه زي كده
وانا لسه شارح الموضوع وحطيت له تايم قليل قوي بالشكل ده، ممكن ده يخليه ستريس اكتر، فيبقى مش مبسوط وهو بيلعب لعبه زي دي مثلا. لا انا مش عايزه كده. ممكن اعمل دي لو انا هعمل مثلا مسابقه بين الطرف مثلا، عشان اشوف في اخر الحصه مثلا او في اخر الاسبوع او ايا كان، انا عايز اشوف مين اسرع وهيحل صح اسرع وهكذا. وبرده اكون حريص جدا انا بستخدم الاوبشن دي. لو اخذنا بالنا على الشمال هنلاقي فيه علامه هات كده او البرنيطه بتاعت الساحر دي، لو دوست عليها كده دوست عليها إيه بتطلع لي اسامي نهال عليها. نهال لاينز عليك الدور لو احنا في الفصل مثلا، فنهال تطلع تجاوب. طيب لو عملنا بيك اجين طلعتي ايه، يلا يا ايه اللي عليك الدور. ايه ده، هو انا ممكن احط الاسامي؟ ممكن احط الاسامي بتاعت الطلبه بشكل عشوائي، الساحر هلخبط الكرو دي بامي وطلعها، او فلان هيطلع يحكي لنا تجربته مثلا، او هيطلع يقول لنا قصه مثلا مرتبطه بالموضوع، ايا كان الاكتيفيتي اللي هيتعمل. بس الفكره كلها انه انا مش عارف انا دوري امتى، او اسمي رقمه كام في الليسته بتاعه الفصل اللي فيها اسامي الطلبه، فانا عارف دوري امتى، فمحضر نفسي للاسئله. انا عندي 10 اسئله، انا ترتيبي الخامس، فانا اشوف السؤال رقم 5 اقعد افكر فيه واعمل. وده نتيجه الاسترس اللي انا فيه، ان انا خايف اطلع اجاوب على الملا، فابقى حاسس بالدونيه ومتضايق فالستريس هو اللي بيخليني اتصرف واطلع سلوكيات مش صح، مش احسن حاجه في الدنيا. طيب ما انا ممكن برضه اكون ستريس ولما الاقي اسمي طلع فجاه، بس غير الاسترس التاني ان انا بقى قاعد عارف انا بجاوب السؤال الفلاني خلاص انا حضرت دماغي. ما اعتقدش ان هو ده المخرج التعليمي اللي احنا عايزينه. هو النهايه، في النهايه انا مش هحرج الطلبه بتوعي وخلاص، لا انا عايزه يبقى عارف انه اي حد عليه الدور كله قاعد متحفز جدا واكسايتد جدا ان هو هيطلع يجاوب ومش عارف اسمه هيطلع يعني. انا عايزه اقول لكم انا جربت ده مع طلبه في مراحل مختلفه، بس في اعدادي مثلا او الميدل سكول يعني، كان في طلبه بتضايق جدا اسمها ما بيطلعش مثلا، الكمبيوتر مش عايز يختار اسمي او مش بيطلع اسمي، فدي حاجه مضايقاه جدا. بس هو متفهم ان المدرس مش قصده بس يسال الطالب الشاطر اللي قاعد قدام والباقي مش مهم، وكل واحد حاسس ان هو فأعلى درجات انتباهه ان انا عارف ان انا ممكن اطلع دلوقتي، ممكن اجاوب دلوقتي. في كمان تحت خالص لو خدتوا بالكم في بازر، البازر ده ممكن نستخدمه مثلا لو احنا في جوه الفصل، بعد ما مثلا نهال طلعت جاوبت، بعد ما خلصت بتدوس البازر وبتدخل ويطلع حد تاني يجاوب وهكذا. فدي برضو كحاجه او اداه من ادوات اداره الفصل يعني. هنقول يا رجل، هنقول ازاي بنعمل كل الكلام ده. مظبوط يا فيل بشير، مظبوط. وده فايدة التقييم البنائي، ان انا بسأله مش عشان خاطر اطلعه غلطان او اوريه ان هو ضعيف او ما كانش مركز. شفت انت ما كنتش مركز في الحصة والكلام السلبي اللي دايما معظم المدرسين للأسف بيقولوه. لا احنا بنشوف هو واقف فين ونبني على البلوك اللي هو واقف عليه، مش يعني بنساعده نتعلم على مقاسه هو مش على مقاسنا. دي حته مهمه. هاي جدا. في جيم تانية انا بشوفها عظيمه جدا، بس برضو انصح ان هي تكون موجوده جوه الفصل افضل يعني من اونلاين، بتكون التفاعليه فيها بشكل اكبر. احنا هندخل فيها دلوقتي بس عشان تبقوا عارفين شكلها ايه. اسمها مونستر. برضو احنا هنا هو هنا بيطلع لي كل اسامي الطلبه اللي اوريدي عامله ساين ان وداخله معانا في الاكتيفيتي. بعد كده بختار تحت ديفايد انتو تيمز، هو بيقسمها لي تيمز، فانا عايزه كام فريق، خلينا نقول فريقين، ممكن نفتح الصوت، فريقين مثلا. هو بيقسمهم راندوم يعني، ممكن احنا برضو نغير زي احنا عايزين يعني، مفيش اي مشكله. اوكي، وان هي بتتنقل من يعني لو جت رضوى من الفريق الاحمر هنا اللون هيتغير وهكذا. بعد كده هنعمل ستارت الكويز. الاكتيفيتي ده ليه انا بقول انه يفضل ان احنا نكون في الفصل، لان انا لو عارض على سمارت بورد مثلا
ثانية موت شوف شوية. لو احنا عارضين على السمارت بورد ده اللي هيظهر، يعني اللي حضراتكم شايفينه عندي انا ده، ده واجهة المدرس اللي بتظهر على السكرين في الفصل. الأسئلة مش ظاهرة فيه، ولذلك الناس اللي مش داخلة معانا في الأكتيفيتي مش هتشوف ده. لكن كل اللي بيبان لو خدتوا بالكم انه كل ايكون للتيم بيحصلها فايبريشن كده وبيطلع ان استاذ سعيد جاوب صح، ردوى جاوبت صح. هنا لو حد جاوب غلط بيبان بيعمل فايبريشن كده وانه في حاجه فيها مشكله، انه في اجابه غلط زي ما حصل دلوقتي. فدي بتدي هنس كده للتيمز ان احنا ممثلين اهو على السكرين الكبيره وكل الفصل شايفنا، لكن الاسئله بتبقى ظاهره بس عند كل طالب على السكرين بتاعه. طيب بعد ما الفريقين يخلصوا هيحصل ايه في النهايه؟ هيطلع لي ستاتستكس عظيمه جدا مفصله عن الكويز ده وكل فريق جاوب ازاي. طيب انا عندي في اللافا اللي هو البريك تيم عندي مثلا 5 كانوا موجودين او 4 انا مش فاكره العدد. نفترض انا مش فاكره عدد الاسئله وليكن 7 او 10 مثلا. ال 10 اسئله دول بيعدوا على التيم كله، يعني رضوى ودكتور محمود و مش فاكر مين تاني معاهم في الفريق الاحمر، اللي هم 10 اسئله بيظهروا للاربع افراد بس بشكل راندوملي يعني عشوائي. فلو هم اسئله من 1 ل 10 هم دلوقتي لو خدت بالكم هتلاقوا تحت كلمه لافا في بار ابيض بيتحرك، كل ما بيجاوبوا صح البار ده بيزيد. الناحيه الثانيه نفس الفكره، فاللافا تيم دلوقتي هو اللي شغال اسرع. الأسئلة بتتبعت، يعني لو رضوى بعت لها سؤال أو ظهر على السكرين بتاعتها سؤال مثلا وجاوبته صح، خلاص السؤال ده مش هيظهر لزمايلها في التيم. دكتور محمود مثلا ظهر قدامه سؤال، لو هو جاوبه غلط هيطلع لحد تاني يجاوب وهكذا. فلو احنا التيم وقاعدين مع بعض جوه الفصل وكل واحد معاه الديفايس بتاعته أو الجهاز بتاعه وبيجاوب من عليه، احنا بنساعد بعض بس ديجيتال. طيب الموضوع ده يفيد في إيه كمان؟ يفيد ان انا مش حاسس بالاحراج، انا مش قمت جاوبت قدام الفصل وغلط فحس بالاحراج. هكون في طلبه كتير جدا بتحس بالخجل، انا مش عايزه اطلع قدام جمهور، بقيت زمايله في الفصل دول يعتبر جمهور هو مش قادر يواجه ده ففي خوف. فدي تبقى وسيله لطيفه جدا ان هم يجاوب بحريه ومش خايف انه يغلط وهياخد الفيدباك كمان في الاخر. هو اللفظة تيم ما شاء الله شغال كويس، أستاذ سيد عامل شغل جميل جدا برضه. خليني أشوف هنا. هو المونستر اللي في اللفظة تيم هيخرج خلاص بره الشرنقة دلوقتي من كتر ما هو فرحان. السيد هو حضرتك لوحدك في التيم، يعني حاسه انه عامل شغل عظيم جدا. هو الاكتيفيتي ممكن يتعمل اونلاين برضو او عن بعد مفيش مشكله، ممكن يتعمل بس نضمن ان كل الاكتيفيتي يكونوا داخلين في الاكتيفيتي. يعني انا حاسه جدا بالناس بقيه الناس الحضور اللي معانا اللي مش عارفين يدخلوا على الاكتيفيتي لسبب او اخر، يعني هيحسوا ممكن نوعا ما بالملل، انا مش انفولد في التجربه دي، انا مش حاسس ان انا عارف اشارك، انا متضايق. فعشان كده مهم قوي لو احنا هنعملها عن بعد نكون قادرين نتاكد ان كل الطلبه قادره تدخل على الاكتيفيتي وقادره تشارك. الحاجة التانية اللي ممكن برضو نستغل فيها زوم ان احنا نعمل بريك اوت رومز. اللي هو بخلصه الحمد لله، الف الف مبروك. لسه هندخل كمان على انا ممكن برضو ازود هنا الاسترس او ممكن لا. يعني لو عملت دلوقتي اند كويز اعتقد انه الفريق التاني هيتضايق جدا، هيحس ان هو خسر وهيبقى فيه مشاعر سلبية خطيرة. ممكن برضو يكتبوا لنا في الشات بوكس هم هيحسوا بايه لما نعمل اند كويز دلوقتي. كونجراتوليشن. اوكي طيب لو عملنا بريفيو اول حاجه جاب السكور بورد، اللافا خلص في 4 دقائق
و12 ثانية. الكريت قعد وقت أطول، وبعدين أنا كمان عملت end quiz لأن أنا اديت لهم وقت شوية بعد لابو خلصوا، بس هم كنت لسه خلصوا فعملنا end quiz. طيب أنا عايز أشوف بقى الكلاس بريفيو بيدي statistics لكل سؤال تجاوب، وبيديني طبعا التوتال تايم. الكلاس ده قعد او كل فريق قعد وقت قد ايه جوه الاكتيفيتي ده، بيديني كل سؤال وايه الاجابه الصح وايه الاجابه الغلط، وكم مره اتجاوبت الجاوب السؤال ده، يعني البي مثلا خدت، يعني السي جاوبت اكتر حاجه وهي اصلا غلط مثلا. فدي تديني انا فيدباك كمعلم فاهم ايه الكونسبت او المفهوم اللي عند الطالب اللي ما قدرش ان هو يفهم او مختلط عليه او الموضوع صعب بالنسبه له. مثلا هنا الاجابه الصح كانت يعني الباقيين برضو تم اختيارهم بشكل او باخر. فمهم قوي انه انتبه قوي للستاتستكس اللي بتطلع. هنا مثلا ايه اللي بيحصل للضوء لما يخبط في مرايه، ايه اللي هيحصل؟ هنا بيوضح لي انه نص الطلبه قادره تفهم الكونسبت ده، واضح بالنسبه لها. فممكن نسالهم بعد ما خلصوا ونتناقش كل سؤال، ليه انت جاوبت ده، هو يشرح اكتر او يشرح لزميله اللي ما عرفش او مش مقتنع بالاجابه. فالديسكشن دي هتطلع لي حاجات كتير، وهتفهم نقاط الضعف اللي عند الطلبه وازاي نقدر ان احنا نحلها. فدي انا شايفه اكتيفيتي لطيف جدا، بس انا بفضل اكتر انه يستخدم في نهايه الوحده مثلا او اليونت يعني، او في نهايه الاسبوع كنوع من التغيير، وفي نفس الوقت اقدر اقيس بيه حاجات كتير جدا. في برضه الموتيفيشن تخلي الطلبه مستمتعه وحاجات. شفنا كده اكتيفيتيز كتير قوي. طيب عايزين بقى نشوف لو احنا في اخر الدرس بتاعنا او في اخر اليونت مثلا، وعايزين ندي للطلبه بروجكت يتعمل او حاجه يفكروا فيها مع بعض كل الفصل. خلاص بقى احنا فهمنا المفاهيم العلميه اللي احنا عايزينها، والدرس اصلا كان عن شادو واللايت، فعايزين نعمل مسرح عرايس صغير مثلا بماتيريالز بسيطه قوي موجوده في المدرسه او في البيت، كرتون، حاجات بسيطه جدا. فاحنا عايزين نعمل ده ونشوف ايه الادوات او الماتيريالز اللي احنا محتاجينها عشان نحقق البروجكت ده او نعمله، اللي هو مثلا درس ستيم مثلا وفي فاينل بروجكت او مشروع في نهايه الدرس محتاجين ان احنا نعمله. طيب انا هنا جبت ورقه كبيره فاضيه، وعايزين برين ستورم او نعمل عصف ذهني ايه الماتيريالز اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نعمل مشروع زي ده. لو احنا في الاخر هنعملها مسرحيه مثلا قدام المدرسه كلها، فعايزين ايه الماتيريالز والادوات اللي احنا محتاجينها مثلا. فدلوقتي هي ورقه بيضاء عاديه، طيب احنا عايزين كل الفصل يشارك في حاجه زي كده، طب نعمل ايه؟ لو انا فتحت هنا الستودنتس دي، فنقدر ان احنا نكونفرت، يعني نحول الورقه دي هنخليها حاجه فرديه ولا جروب ولا هول كلاس. هنا لازم اكون واعي جدا وانا بختار، انا بختار طريقه عمل الاكتيفيتي ده او الطلبه هتتعاطى معاه ازاي. هل انا عايز كل واحد يفكر لوحده، ولا عايز يبقوا جروبس برده واي نوت ممكن، او نخلي كل الفصل بيفكر. انا شايفه في اكتيفيتي زي ده مهم قوي ان احنا نخلي كل الفصل مع بعض، دي هتساعد بشكل رهيب جدا انها تولد افكار كتير، هتخلي الطالب شايف زمايله كتبوا ايه، ممكن تطلع في دماغه وتنور لمبه ثانيه انه في فكره ثانيه خطرت. فدي حاجه انا شايفه انها مهم قوي نبقى واعيين ليها، امتى هختار الانشطه الفرديه، المجموعات والانشطه الجماعيه، وبرده بما يخدم تحقيق اهداف الدرس. فكده هيظهر قدام حضراتكم نفس الورقه دي. انا برضو عندي امل ان الناس اللي مش عارفه تدخل تقدر تدخل، فممكن نوريكم بس الكود. هندخل على hellosmart.com وهندخل الكود. الاوراق، الالوان، جميل. لو خدنا بالنا هنلاقي في سلايدر فوق كده على اليمين، ان كل حد يقدر يأدت، يعني كل حد يقدر يكتب، يعني يقدر يشارك في الاكتيفيتي.
اعتقد ان احنا كمان بعد ما نكتب عشان بالظبط الناس اللي كانت ممكن نعمل ريسايز للكلمه بالظبط اللي احنا كاتبينها دي حاجه مهمه قوي. مهم برضو قوي وانا بعمل اكتيفيتي زي كده كل الفصل بيشارك فيها ان انا اكون متاكد ان لما باجي ادوس هنا فوق على الستودنت تبقى السلايدر على الستودنت. دي معناها ايه؟ معناها انه بدي الاكسس او السلطه للطالب انه يكتب اصلا. لكن لو انا واقف على التيتشر، لو انا قفلتها دلوقتي ودوست على تيتشر، القلم والتكست وكل الكلام ده والصور والريزر وكل ده هيختفي من قدام الطالب، مش هتظهر في الادوات اللي ظاهره قدام. فمهم قوي اكون واخد بالي وواعي من الحاجه دي. ممكن احط صوره مش لازم تكون كلام، ممكن اكتب بايدي مش لازم يبقى تكست، يعني الطريقه الاريح بالنسبه للطالب. طيب في حاجه كمان من الحاجات اللطيفه، لو خدنا بالنا على الشمال هنا هنلاقي التولز كلها، البن والمسحه والريزر، وبعدين لو انا عايز اجيب صوره مثلا، لو انا عايز اكتب تكست، عايز احط شيبس لاينز زي ما انا عايز، انا عايز احط صوره واحطها من هنا، اقدر ان انا ابلود الصوره ارفعها يعني، او ان انا اسيرش اونلاين لو انا عايزه احط صوره. مثلا فلو انا عايزه اجيب ماتيريالز حاجه زي كده مثلا عشان عايزه اعمل زيها، نمسكها في ايدينا مثلا واحنا بنعمل، انا ممكن اكون انا طالب مش عارف اعبر عن الصوره دي، فقادر ان انا فيجوال اكتر، فبقدر ان انا اعبر عن اللي انا عايزه بصوره بشكل اوضح مثلا. فدي حاجه مهمه جدا كمان ان انا اعرف الطالب ازاي هيقدر يبعت او هيشارك في الاكتيفيتي بوسائل مختلفه، مش كلها تبقى مثلا كلام. في طالب مش عارف يكتب على الكيبورد، ممكن تبقى المفاتيح بتاعه الكيبورد جوه الموبايل مثلا صغيره، هو ايده مش قادر، او الطالبه اللي عندها مثلا ازمه او في سبيشال نيدز، فممكن ان انا اقترح عليه حاجات ثانيه اسهل بالنسبه له. فاعتقد حاجه زي الصوره ممكن تبقى سهله. ممكن حد تاني يقول لي انا عايز ابعت لك لينك مثلا على يوتيوب، شفت مسرحيه معموله بالعرايس وعايزه اعمل زيها بس مش عارف ازاي. فدي وسائل كلها موجوده، بس لازم اعرف الطالب يروح لها ازاي وهيستخدمها ازاي، واديله الحريه ان هو يختار، ما افرضش عليه طريقه معينه. او اكتب بالقلم وبختار طبعا الالوان زي ما انا عايز. ده اللي بيظهر بالنسبه للناس اللي مش قادره تدخل على الاكتيفيتي، ده اللي بيظهر للطالب في الجهاز بتاعه. بيختار طبعا الثيكنس، التخانه بتاعه القلم وهكذا طبعا، عشان انا على لابتوب في الموضوع صعب شويه، على الموبايل بيكون الموضوع اسهل، وبقدر اختار الالوان او ان انا اطلع الكالر باليت دي واختار اللون اللي انا عايزه، وبختار لون كل الكاستمايز كالرز بتبقى موجوده تحت، بقدر اختار اللون اللي انا عايزه، او بخليه هايلايتر مثلا، فانا عاجبني الموضوع الالوان مثلا اكتر حاجه، وهكذا. شفنا طبعا دي الريسيرش ممكن نمسح السايز بتاعها برضه ان انا احدد. بعد كده التكست اقدر ان انا احط بس المؤشر بتاعي في اي مكان واكتب اللي انا عايزه. بعد كده في حاجه لطيفه قوي هتلاقوها عندكم اللي هو علامه الكتاب اللي عليه السماعه. دي تول جديده عاملاها برده سمارت في لوميو. اول ما دوست عليها ايه اللي حصل؟ كل الكلمات او النصوص اللي على الشاشه سواء عربي او انجليزي بيظهر حواليها مربع مخطط كده وفوقيها نفس العلامه، هو اسمها immersive reader. طيب لو انا دوست على كلمه الالوان دي، اول ما بدوس كده المفروض ان هو هيوديني صفحه ثانيه. الصفحه دي يحصل فيها بيظهر لي الكلمه اللي انا دوست على immersive reader ده فوقيها، وهتظهر لي الكلمه، هو بس عشان الانترنت ضعيف شويه وهنا ده موطي، ظهرت لي الكلمه. طب ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ لو انا دوست عليها كده وجيت فتحت هنا، بيقول لي انت عايزه الحجم بتاع التكست بتاعك قد ايه؟ انا عايزه مثلا اكبر التكست ده. اوكي. هي واضح ان هي مش شغاله للعربي. خلينا نرجع تاني اوريكم الانجلش عشان تبان افضل.
ندوس تاني على الاميرسيف ريدر وندوس على ماتيريالز. هنا كلمة ماتيريالز لو انا دوست تحت على علامة البلاي materials اللي بيحصل انه بيطلع لي ساوند بيقرا التكست اللي مكتوب. طيب materials حلو قوي، دي هتفيدني بايه؟ دي اكتر حاجه مدرسين اللغات لو انا عايز اسمع، او حتى الساينس لو في ترمينولوجيز او مصطلحات علميه صعبه شويه وانا محتاج اعلم الطلبه ازاي هتقرا الكلمه دي او هتنطق الكلمه دي، فده مهم قوي. بقدر هنا اتحكم في السايز بتاع التكست، الطلبه اللي عندها ديسلكسيا او عندها مشاكل في القراءه مثلا ازاي نقدر نعمل ده، اغير في الفونت بما يتناسب مع الطلبه بتوعي والالوان كمان، فدي حاجه انا شايفه انها لطيفه جدا. طيب ايه كمان في الجرامر؟ يعني ممكن لو انا عندي باراجراف كبير وفي كلمات مثلا اسماء فيربز اوبجكتيفز، فهو بيقول لي انا هجربها له كمان على باراجراف هتبان اكتر، فهو يظهر لي، فدي كده ناونز. انا مثلا متضايقه من اللون الاسود ده، واقدر ارجع تاني في الجرامر كاتب لي لو خدتوا بالكم فوق ماتيريالز في ان، دي معناها ان ده ناون، فدي حاجه من الحاجات اللطيفه. لو انا عايزه اقسم، لو هي كلمه كبيره مثلا فانا عايزه اقسمها سيلبس، فعملت هنا تيرن اون للسيلبس فهيقسمها لي عشان الطالب يقدر ينطقها بشكل افضل. طيب في الديكشنري بقى، لو انا عايزه ترانسليت او اترجم الكلمه دي للغه تانية، فلو مختار مثلا هنا العربي، عندي عربي ايجيبشن وعربي سعوديه، فكل اللي انا بعمله لما بدوس على كلمه ماتيريال طلع لي كذا حاجه. اولا طلع لي الكلمه بالانجلش وجنبيها سماعه، فانا لو دوست هسمع materials. هسمع النطق. طيب بالعربي المواد، المواد مثلا، وبعد كده مديني صور توضح معنى للكلمه دي عشان الطالب يقدر زي ما دايما بقول الطالب بيحب يشوف، هو بيحب يشوف اكتر، بيحب يشوف حاجه مجسمه اكتر قدامه، مش بس يسمعها، يسمع ويشوف ويقرا حاجات كتير. ف كون ان انا بستخدم كل الحواس دي في حاجه معينه ما اعتقدش انها تفيد. واضح ان هم لحد دلوقتي هم الريدر ده شغال بس على الانجليش، العربي مش بيقدر ينطقه لكن بيقدر يترجم من عربي انجليش، فدي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا. بعد ان انا ترن اوف برضو الريدر، دي احد الحاجات اللطيفه برضو بس انا مش لازم نستخدمها، يعني اكزت تيكت ان انا بسال الطلبه هي شايفه ايه بالنسبه للدرس اللي احنا شرحناه بتاع الشادو لايت، فهمت ايه، مهم جدا زي ما كنا بنتشك او بنقيس الاندرستاندينج او فهم الطالب خلال الحصه باكتيفيتيز مختلفه، مهم كمان في الاخر بطاقه الخروج زي ما بنقول، او يبقى عارف الطالب ده فهم ايه من الحصه، او اذكر ثلاث حاجات اتعلمتها النهارده جديده بالنسبه لك، او اكتر حاجه كانت ممتعه بالنسبه لك وهكذا، فدي مهمه جدا انها تساعد كمان المدرس في الحصه اللي بعدها. وهنا برضو بتفتح لي صفحه كل واحد يكتب فيها هو اتعلم ايه النهارده في الحصه. اوكي كده احنا شفنا المثال العملي جدا، عايزين نشوف بقى لوميو نفسه بيشتغل ازاي، او ازاي بنفتح لوميو ده، او ازاي بنوصل له، او ازاي بنقدر نعمل كل الاكتيفيتيز دي. احنا كده ممكن نخرج من الاكتيفيتي، او ممكن خلينا نخرج عشان نشوف الموضوع بقى بيبتدي ازاي. اولا احنا بنروح لوميو ازاي او بنوصل له ازاي؟ لو احنا كتبنا فتحنا اي تاب وكتبنا، انا فاتحه هنا فايرفوكس ممكن نشوف منه مثلا، او بس انا عامله شيء سكرين من جوجل كروم، خلينا جوجل كروم. انا كل اللي انا بعمله ان انا بكتب hellosmart.com في اليو ار ال وانتر، او بكتب حتى لوميو في جوجل بيوصلني، بقدر اوصل. بس بما ان احنا فاتحين اصلا فهو كده هيدخلني ساين ان على طول. ده تعليق لطيف جدا. ميربود مش سماح،
هو في اختلاف شوية، بس هو في حاجات كتير مشتركة، فكرة الكود وإنه بيدخل ونفس الفكرة. كمان نير بود ممكن نحط فيه صور 360 درجة، فدي حاجة برضو تدي بعد تاني للموضوع، لطيفة جدا. بس هي فكرة الجيمز والاكتيفيتيز اللي بقدر ان انا ادخلها جوه الفصل بشكل تربوي. طيب دي الانترفيس او الشكل بتاع لوميو، اول ما بكتب hellosmart.com ده اللي كان بيطلع للناس على الموبايل، الناس اللي قدرت تدخل للاكتيفيتي. عندي حاجتين، يا اما هدخل كطالب فبعمل ساين ان، بس في الحاله دي بيكون الاكونت بتاع الطالب اللي معمول على جوجل بيكون لي ايميل في المدرسه اللي هو فيها، او الاسهل ان انا ما عنديش سكول اكونت فبقدر ان انا ادخل كجست او كضيف. اول ما بدوس عليها بيقول لي دخلي الكلاس اي دي، هو بس الخطوتين دول اللي بيحصل. ده كستودنت. لو انا مدرس بقى عايز ادخل كمدرس، ازاي ممكن ادخل؟ هي نفس السكرين، بس انا عشان اوريدي عامله ساين ان، كل اللي بيحصل ان هو بيطلع لي ساين ان وذ جوجل اكونت، فانا بدخل بالجوجل اكونت وبيدخلني على الانترفيس ده، مش اكتر من كده. بيبقى عندي البانر فوق، بقدر ان انا اديت الكلاس ده، اقدر اغير الاسم، انا اسمي الكلاس باسمي مثلا عشان الطلبه تقدر تعرف ان انا المقصود. بقدر اديت الكلاس بانر ده، اغير الاسم، احط صوره زي ما انا عايز، اقدر اغير كمان الكلاس اي دي لو انا الرقم مش عاجبني او مش مريح، او عايزه اريست الكلاس اي دي بحيث يبقى اسهل بالنسبه للطلبه ان هي تبقى حافظاه مثلا، لان هو بيفضل الكود ده. لو حد من حضراتكم مثلا كمان اسبوعين حضر معايا سيشن ثانيه على لوميو مثلا، هيلاقي نفس الكود بتاع الكلاس بتاعي زي ما هو، ما غيرتوش، انا حفظته كده مثلا يعني. الحاجه الثانيه المهمه قوي انه هما حاجتين اساسيتين يعني. انا عندي على الشمال هنا نيو وامبورت. نيو دي يعني هبتدي حاجه فروم سكراتش، حاجه مش موجوده، وامبورت هامبورت من مكان بره. الحاجه الثانيه جوجل درايف، وده يفسر احنا ليه بنساين ان في لوميو بجوجل درايف، لان كل الحاجات اللي احنا بنعملها على لوميو، يعني الدرس بتاعي اللي هو ايمرج افريكا عربيك، البرزنتيشن اللي احنا كنا شغالين عليها دي، في نسخه منها موجوده على جوجل درايف، في فولدر بيتعمل له كرييشن اول ما حد بيدخل على لوميو بيعمل ساين ان، بيتكريت فولدر بيتسمى لوميو، بيتحط فيه نسخه من كل الدروس اللي معموله على لوميو، في نفس الوقت بتتفتح من جوجل درايف. اوكي، لو انا عايزه اكريت حاجه من البدايه خالص فبدوس نيو، طلع لي ويندو بس كبيره شويه. طيب انا هروح فين واجي منين؟ هنا ابتدي منين يعني؟ اول حاجه انا عندي امبورت ريسورسز، يعني انا ممكن ادخل حاجه تكون اوريدي جاهزه عندي من الكمبيوتر بتاعي، ممكن اضيف باوربوينت، ممكن اضيف بي دي اف، ممكن اضيف نوت بوك فايل. الناس اللي بتستخدم النوت بوك سوفت وير بتاع السمارت بول تقدر ان هي تامبورت النوت بوك فايلز اللي هي عاملاها اوريدي على الكمبيوتر، تعمل لها ابلودنج. انا بس مش عايزه اجربها دلوقتي عشان هتاخد وقت وهتقل البرزنتيشن، بس كل اللي بيحصل ان كل سلايد منهم بتظهر لي وبقدر اختار ايه السلايدز اللي انا محتاجاها وايه اللي لا. هنطبقها على حاجه ثانيه دلوقتي. جوجل درايف، لو انا عايزه امبورت حاجه من جوجل درايف او من اللايبرري بتاعتي، من المكتبه بتاعتي جوه لوميو، وهوريكم ازاي بنعمل المكتبه بتاعتي. اي حاجه بنعملها كرييشن او اي برزنتيشن بتتعمل بتتحط في المكتبه الخاصه بحضرتك او حضرتك جوه لوميو، فهو بيتسمى ماي لايبرري حتى لو فيها درس واحد. طيب لو انا عايز اعمل ده، اعمل ده ازاي؟ هدوس مثلا على ماي لايبرري، فهيطلع لي دي الدروس اللي انا كنت عاملاها او كل البرزنتيشنز اللي انا عاملاها، اخرهم اللي احنا كنا فيه الايمرج افريكا. طيب لو انا عايزه اضيف مثلا درس عن الدوائر الكهربائيه مثلا، اي حاجه، فكل اللي انا بعمله ان انا بسلكت البرزنتيشن دي اللي انا عايزها. اول ما بعملها سلكت هو بيبتدي امبورت السلايد دي كلها. طيب بس لسه هو ما دخلهاش، فبيوريني كل الشرايح اللي موجوده في البرزنتيشن دي ايا كان بقى عدده. كان شايفين يعني ما شاء الله حاجات عظيمه. طيب انا كمروة دلوقتي مش عاجبني كل ده او مش محتاجه كل ده، انا عايزه واحده او اتنين بس، فبعمل بشيل السلكت اول دي والتشيك دي وبختار بس السلايدز اللي انا عايزاها مش اكتر من كده. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان في سلايدز عليها علامه الموبايل، دي معناها ان ده اكتيفيتي الطلبه هتعملها بالتليفون زي اللي حضراتكم عملتوها من شويه.
اللي على الشمال اللي فيها علامتين المحادثة دي اسمها شاوت اوت، ان كل واحد يقدر يبعث برضو إجابة أو سؤال أو أي حاجة على المين سكرين أو الشاشة بتاعت المدرس. بعد كده هتلاقوا برضو شكل الأيكون بيختلف، دي مثلا معناها إن ده ماتشنج أكتيفيتي، دي معناها أوردرينج مثلا أو ليبل، يعني سمي كل مسمى، خلينا نشوف حاجة مختلفة ما شفناهاش قبل كده. أوكي، فدي الفكرة. طيب خلصنا، هنقول آد كده، هو هيضيف بس اللي أنا اخترته مش أكتر من كده، هيفتح بريكان وهيكاري البرزنتيشن جديدة ويحط فيها السلايد بس اللي أنا اخترتها من البرزنتيشنز اللي جاهزة دي، أنا ما عملتش حاجة، أنا اخترت بس الحاجة اللي نسبتها. طبعا على حسب قوة الأكتيفيتيز أو السايز بتاعها كبير أو أنا مختارة كام سلايد، على الأساس ده هيطول في الإمبورتينج أو لأ. نفس الفكره لو خدتوا بالكم لما انا عايزه اضيف بي دي اف برده بيطلع لي كل السلايد، يعني لو انا بامبورت بي دي اف مثلا فيها 50 ورقه هيطلع 50 ورقه، اختار منهم اتشيك بس الحاجه اللي انا عايزاها. فتح لي هنا انترفيس مختلفه شويه قريبه في الشكل نوعا ما للسمارت نوت بوك او للباوربوينت، ان انا عندي شرايح هنا على الشمال دول اللي انا اخترتهم بس، وفوق الاسم بتاع البرزنتيشن، وجنبيها هي معمول لها سيفنج في الجوجل درايف ولا لا. خلاص، فانا ممكن ان انا لو عملت هنا كده وكتبت اي حاجه ممكن اكتب قبلها مثلا مروه عشان ميزه بس عندي. خلاص، وده الاكتيفيتي، انا عايز اتفرج على الاكتيفيتي ده اشوف هو كان معمول ايه، فبدوس على بريفيو بيوريني الاكتيفيتي ده على تليفون الطالب او على الديفايس بتاع الطالب ايه اللي هيكون ظاهر. فده اللي هيكون ظاهر، الطالب يقدر ان هو يبول، هيسحب كده مثلا كل معلومه انا عايزه اديها في البورت ده مثلا. ازاي ده ممكن يتعامل او انا كمدرس ازاي اكريت حاجه زي كده؟ كل مثلا ان هو كتب نص او تكست معين خلاص، وتجيب صوره البول وتعمل لهم جروبينج مش اكتر، وتجيب جات الصوره دي اتحطت كده وخليناها هي bring to front، يعني خليناها هي front والtext ده معمول back، فكده بنت كأنها زي الجيب، يعني أنا مخبي المعلومات عايز أظهرها واحدة واحدة، مش عايزة أظهر كل الحاجات معلومات بشكل مفاجئ، عايزة أظهرها بشكل متوالي على حسب الطريقة اللي أنا بعرض بيها الدرس بتاعي وهكذا. فخلاص مثلا أنا عجبني الاكتيفيتي ده، خلاص أنا هخليه مش عايزة أغيره، عايزة أشوف اديت سوري الاكتيفيتي ده ممكن اعمل اديتنج من هنا. احنا دلوقتي عموما في الاديتنج مود لاي برزنتيشن، ده القلب بقى، ده المطبخ، يعني ازاي ان انا هنا اقدر اضيف حاجه، اقدر اشيل حاجه، اعمل اللي انا عايزه. معلش دي طولت شويه علشان احط فيها صور كتير. برضو عندي هنا فوق علامه التكست دي اقدر ان انا اكتب في اي مكان. اللي بعديها دي لو انا عايزه اضيف مثلا، ودي حاجه برده في الابديت اللي نازل من حوالي شهر او شهر ونص، لو انا عايزه اضيف معادله حسابيه او معادله كيميائيه، فبقدر ان انا اعمل انسيرت للايكويشن دي. دي كانت من الحاجات اللي مدرسين الماث بيطلبوها بشكل كبير قوي، لانه طبعا في خصوصا في الماث الادفانسد، يعني خصوصا اللي في الهاي سكول، بتبقى كل الرموز دي مش متوفره في الكيبورد، فبتبقى مشكله او مش سهله، مش اسهل حاجه بالنسبه للمدرس. لو هو متمرس قوي في الوورد مثلا يقدر ان هو يضيف كل الرموز دي. كل اللي انا بعمله ان انا بختار هنا مثلا واقدر ان انا اضيف، طبعا انا مش مدرسه معاه، لكن نقدر ان احنا نافيجيت ما بين كل الموضوع، كمان متدرج جدا، يعني في كالكولس او التفاضل والتكامل والحاجات المتقدمه جدا في الماس. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنختار الحاجة اللي احنا عايزينها ونقدر نكتب بالكيبورد على طول، فالموضوع بيكون اسهل كتير. بعد كده الكيميكال تايب بقى، لو انا مدرس كيمياء وعايز اكتب حاجات ليها علاقة بالكيمستري اكتر، يعني
فدي قدروا بقى مدرسين الساينس والكيمستري قدروا يكسبلوروا الموضوع ده بشكل افضل مني كتير. اللي انا بعمله ان انا بقول insert في الاخر فبيدخل اللي انا كتبته جوه السكرين واقدر ان انا برضو اتعامل معاه عادي زي اي object, resize, rotate, اعمل اللي انا عايزه مفيش اي مشكله. ايه كمان اقدر اعمله على اي object بدخله؟ بقدر ان انا افتح drop down menu واقدر duplicate, copy, paste, delete, infinite cloner ولوك. لوك يعني مش هتتحرك من مكانها, مش نقدر نعمل فيها اي حاجه. عشان نقدر نتعامل معاها لازم نعمل unlock للobject ده. في حاجه لطيفه برضو مهم ان احنا نقولها خصوصا مدرسين اللانجوج, وبرضو يعني ممكن برضو في بقيه المواد بس في لانجوج هيحتاجوها اكتر. لو انا عندي تكست او كلمه معينه يعني let's learn دي, لو انا عايزه او عندي باراجراف او بعلم الولاد حاجه مثلا في الجرامر, فعندي verbs كتيره وهم هيملوا مثلا فراغات, ففي كلمه هتستخدم كتير. فاكرين الاكتيفيتي اللي عملناه الاول بتاع الايموشنز اللي كان فيه البان الحمراء اللي بنختار بيها احنا في اني ايموشن ستيت؟ فاكرين دي كان كلنا بنختار نفس البان وما بتخلص. احنا عاملين هنا حاجه اسمها انفينيت كلونر, ان احنا بنفتح دروب داون منيو دي بتحصل مع اي تاكس او اي صوره. اول ما بدوس انفينيت كلونر عملت لي علامه اللانهائيه, فان انا اقدر ادوس على ليتس ليرن دي واخد منها زي ما انا عايز اكبر عدد ممكن من النسخ ما بتخلصش يعني. فانا شايفه ان دي حاجه مفيده جدا كمان في في اللانجوج, بما ان احنا كنا بنتكلم على مدرسين الماس والكيمستري فاللانجوج كمان ينبسطوا يعني. بعد كده اقدر اضيف على السلايد اللي انا عايزه, مع ان السلايد دي والبرزنتيشن ده اصلا مش بتاعي انا, ضفت انا دخلت حاجه جاهزه. كل اللي انا عملته ان انا بضيف عليها حاجات خاصه بيا انا او هتساعدني في الدرس بتاعي. زي ما شفنا من شويه اقدر اضيف شيبس, اقدر اضيف لاينز. كل اللي انا بعمله ان انا بختار الشيب اللي انا عايزه وبدوس وبشده وادخله جوه البرزنتيشن واقدر اتعامل معاه زي ما انا عايز. برده اريسايز واغير الثيكنس بتاعته والالوان والفيل كولر واللاين كولر وكل اللي احنا عايزينه. فمش معنى ان انا بكريت حاجه فروم سكراتش ان الحاجه دي ممكن تبقى ورقه بيضاء, ممكن تبقاش فيها حاجه خالص, او ممكن تبقى درس اوريدي موجود وانا كل اللي انا بعمله ان انا بكستمايز, بفصله بقى على مقاس الدرس بتاعي بشوف انا عايز اعمل ايه وعايز الطالب يشوف ايه في النهايه. ممكن استفيد باكتيفيتي موجوده وممكن انا اكريت دلوقتي اكتيفيتي. يعني دلوقتي عندي ورقتين بس, عندي تحت البلاس دي اقدر اضيف كذا حاجه بتضيف بتوريني زي ما وريتني بره نفس النيو اللي احنا كنا دايسين عليها بره في الانترفيس. نقدر ان احنا نيمبورت نفس الموضوع من الكمبيوتر جوجل درايف لايبرري او اي حاجه. ممكن اسيرش اللوميو لايبرري اللي عاملاها, في حاجات ريدي ميد موجوده اقدر ان انا سيرش على اي حاجه انا عايزها. يعني لو كتبنا لايك مثلا هو بيوريني, هيقعد يسيرش ويوريني ايه الريسورسز اللي موجوده اللي معموله على لوميو واللي جاهزه بتتكلم في الموضوع ده. فانا ممكن اختار منهم اي حاجه انا عايزها واشوف. هيفتح لي برضو السلايد واقدر ان انا سيلكت بس السلايد اللي انا محتاجه احطها في الدرس بتاعي. طيب ايه تاني ممكن نضيفه هنا؟ ممكن نضيف يوتيوب. كل اللي بيحصل ان انا بدخل يو ار ال او عنوان الفيديو وبسيبه. يعني ممكن بس اجيب له يوتيوب. بقول له سيرش فبيطلع لي الفيديو. بختار الفيديو اللي انا عايزه وبقول له اد. انا بس مش عايز اعمل له اد عشان خاطر يتقل البرزنتيشن. اوكي طيب ايه كمان ممكن اضيفه؟ ديسموس. ديسموس ده زي ماث انجن للناس مدرسين الماث. بقدر اعمل فيه جرافس مثلا, اقدر اكتب فيه ايكويشنز معينه تتحول لجراف وهكذا. فانا شايفه ان هو بيخدم مواد مختلفه بتخصصات مختلفه باعمار كمان مختلفه. ديسموس كمان هيستخدم اكتر في الهاي سكول. يعني انا ممكن هنا استخدم الكيبورد او افتح تحت الكيبورد او الكيباد بتاعه الديسموس فاقدر اكتب مثلا اكس, وعايز اعمل مثلا اكس سكوير بلس 2 مثلا ايكوال 0 اي حاجه واشوف شكل الجراف. اقدر ان انا ديليت, بيوريني هنا شكل الجراف.
فانا شايف ان دي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا اللي هتعجب جدا مدرسين الماس بشكل كبير. طيب ايه كمان ممكن نضيفه؟ بات طبعا ده موقع شهير جدا للعناصر او السيميليشنز او النماذج المحاكيه بالنسبه للساينس اكتر والمات برضو. فيها حاجات كتيره جدا اقدر ان انا اسيرش جوه بات من غير ما اطلع من من غير ما اطلع من لوميو. من جوه لوميو اقدر ان انا اسيرش على اي حاجه انا عايزها واقدر ان انا اضيفها. اللطيف في الموضوع ان انا بعد ما بختار، يعني مثلا لو درس عن فراكشنز بيوريني بريفيو عن الدرس، فبقدر ان انا اشوفه هنا الاول بريفيو صغير، فاشوف الحاجات اللي موجوده جوه الاكتيفيتي. لو عجباني تمام بقدر ان انا اعمل لها سيف تو ماي لسن، فبتدخل تتعمل نيو سلايد وبيدخل فيها الدرس ده بتاع ده. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا. بعد كده ايه اللي ممكن اعمله؟ ممكن اضيف نيو بيج، صفحه بيضه خالص عايزه تحط فيها انا اللي انا عايزه. عندي هنا تمبليتس او نماذج فاضيه لوميو عاملها تنفع في كل المراحل بتاعه البرزنتيشن، يعني اما انترودكشن مثلا او وانا في قلب الدرس او لو انا في اسئله او هكذا. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا برضو انا لما بختار اي تمبليت منهم بيطلع لي السلايدز الموجوده وانا بختار اللي يناسبني اكتر. يعني الموضوع بس محتاج او في تفاصيل كتير، بس محتاج اكتر ان احنا نكسبلور. الشاوت اوت من الحاجات اللطيفه جدا اللي زي ما هي ظاهره كده بالظبط، بتكون ورقه بيضاء كل حد بيبعت حاجه زي ما انتم جربتوا كده يجاوب على حاجه بتتبعت على السكرين فكلنا بنشوف. ممكن نخليها راندوم زي ما هي ظاهره كده في الورقه، كل ورقه مختلفه او كاتيجوريز بقى متقسمه. انا عايز اسمي اول كاتيجوري ده الناس اللي موافقه على الراي الفلاني ده، يعني بنقسم الموضوع عشان يتنظم بشكل او باخر. عايزين الكونتريبيوشنز او مساهمات الطلبه او الناس تبقى تكست نص بس ولا صور، دي برضو حاجة من الحاجات المهمة. لو تفتكروا لما صورنا الشادو بالموبايل وبعتنا الصور، فهنا أنا بختار أنا عايزاهم يشاركوا بإيه وعدد المرات اللي هيشارك فيها. ممكن أخليها مرة واحدة أو أكتر زي ما أنا عايز. عايز أظهر أسامي الطلبة ولا لا، دي برضو بترجع لي أنا في تقسيمة الدرس بتاعي. بعد كده بختار الثيم، أنا عايز الخلفية بتاعتي إيه، أو كاستم بدخل صورة معينة أنا عايزها مناسبة أكتر للدرس واختارها. بقول فنش بس انا مش عايز اضيف كل ده عشان الدنيا هتهنج اكتر. طيب ايه كمان ممكن اضيفه؟ الاكتيفيتيز والريسبونس الاثنين تقريبا نفس طريقه التحضير يعني، بس الاختلاف في المحتوى بقى. انا عايزه مثلا نوع الاكتيفيتي يبقى فيل ان بلانكس، هيكمل الجيم شو اللي احنا شفناها اللي هي الدايره اللي بيختار منها الاسئله، الرانكينج مثلا وهكذا. المونستر دي اللي احنا عملناها في الاخر اللي كان فيها فريقين وبس ما كناش شايفين الاسئله. في سبيد اب زي فكره الزوم، الزومه تقريبا مش فاكره اسمها، كان في جيم كده في حاجه بتقعد تجري ورا حاجه كده مش فاكره قوي اسمها. نفس الثيم بتاعها، بس لازم تدخل طبعا الكونتنت وتحدد نوع الاسئله ايه. فلو انا عايزه مثلا ترو اور فولس الكويستشنز ممكن ابريك صوره او ببراوز انا عايزه اجيب صوره منين وحط سؤال. تخلينا مثلا حاجه بسيطه قوي جدا equal for true مثلا يعني، واقول next. خلاص انا مش عايزه اسئله ثانيه، عايزه يبقى في تايم لكل سؤال 15 ثانيه مثلا، واقول finish. ده بيكون شكل الجيم. انا شايفه ان الحاجات دي بتكون مناسبه اكتر بالنسبه لنهايه اليونت مثلا او نهايه الشهر، بنعمل يعني سمري كده او بنراجع او ايا كان عندي كم واحد هيلعب مثلا اثنين وهكذا. طلع لي السؤال انا مثلا من الفريق ده والفريق ده هيختار الشكل ده مثلا. فدي تبقى حاجه لطيفه جدا بالنسبه للسمنت ان هو بيختار كمان الفريق اللي هو هيلعب بيه. دي حاجه من الحاجات اللطيفه يعني. المفروض ان هو يطلع له السؤال على الديفايس بتاعته بيجاوب بقى هي انهي واحده انهي. فانا هقول مثلا ترو اي ولا بي، المفروض اي، لا المفروض بي. هنا الفريق الاصفر ده هو اللي جاوب صح، ممكن يجاوب غلط وهكذا. فدي بتبقى حاجه لطيفه جدا للستودنتس، وبرده في الاخر بتطلع الفيدباك. الموضوع محتاج بس ان احنا
نكسبلور اكتر الريسورسز الموجوده. المكتبه بتاعه لوميو مليانه حاجات كتير، بس الشطاره بس ان احنا ازاي نختار الحاجات المناسبه بالنسبه لنا. دي حاجات كلها تمبليتس جاهزه. لو انا عايزه ابتدي الحصه بتاعتي ان انا اسال مثلا على البرير نوليدج بتاعتهم، او اعمل انترنس تاكت اللي تعرفوا عن التوبيك بتاع النهارده وهكذا. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا. بس مهم لو انا هستخدم اكتيفيتيز فيها موبايل اطمن بس ان كل الطلبه قدرت اكسس الاكتيفيتي من الاجهزه بتاعتي. وفي الاخر بعمل فينيش اديتنج، فبلاقيه طلع لي بره هنا في الانترفيس، وفي نسخه منه موجوده على جوجل درايف. يا اما بعمل ستارت هنا بيظهر لي الدرس بتاعي زي ما احنا كنت عارضه كده البرزنتيشن في الاول، او بعمل اديتنج اللي هو بدخل في الاديتنج مود واضيف واشيل واعمل كل اللي انا عايزه. لو خدنا بالنا فوق هنلاقي في تو تابس، ماي لايبرري اللي هي اللايبرري بتاعتي انا اللي فيها الحاجه المفتوحه اللي انا عاملها، او اللوميو دي فيها مكتبه فيها بقى دروس كتيره جدا بتخدم اعمار مختلفه ومواد مختلفه. فبسيرش على اللي انا عايزه، او بفتح هنا وبحدد الجريد بتاعي وبحدد السبجكت اللي انا عايز ادور على حاجه مناسبه ليها، وبعد كده بختار الدرس اللي انا عايزه. بيتفتح لي الدرس، بيتفتح لي كبري فيو برضو، بقدر اشوف هنا شكل الدرس ايه، وبقدر اقول سيف تو ماي لايبرري. اول ما بقول كده بيظهر فين؟ في اللايبرري بتاعتي انا. لو خدنا بالنا هنلاقي عمليه الامبورتنج من تحت، يبقى كده انا عندي نسخه من الدرس ده، وبرضو عندي نسخه منه على جوجل درايف. خلينا نرجع هنا عشان عايزه اوريكم حاجه مهمه. عشان عارفه ان احنا خدنا وقت كتير جدا يا دكتور محمد. هو فعليا احنا قربنا على الساعتين، يعني الموضوع طول معنا شويه. احنا ممكن نعمل حاجه تانية اضافيه، ان احنا ممكن نعمل سيشن تانية لو كان الموضوع محتاج فتره اطول. لا هو احنا غالبا خلصنا، بس كنت محتاجه من الناس لو في حد عنده سؤال ممكن يبعته في الشاتنج بوكس. خلاص ممكن نفتح باب الاسئله دلوقتي حالا لو في حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال. هناخد سؤالين بالظبط عشان الوقت اللي موجود معانا، هنفتح المايك ليهم. مفيش مشكله، اي حد عنده سؤال يا جماعه يرفع ايده ونفتح المايك له. قبل اسئلتها كنت هكلمكم بسرعه عن السمارت امباسادور بروجرام، او برنامج سفراء سمارت. هو حاجه من الحاجات البرامج اللطيفة جدا اللي بيبقى فيها فرصة ان احنا نتواصل مع مدرسين من كل حتة. الموضوع بيدي خبرة حلوة جدا، بتنفتح على كولتشرز مختلفة، فتقدر تعرف حتى الفصول في كندا شكلها عامل ازاي، او العلاقة ما بين المدرس والطالب والفصل شكلها عامل ازاي من خلال لوميو. يعني مش بس الكلام بيكون على لوميو، بيكون على تبادل خبرات في حاجات كتيرة قوي. فأي حد مهتم بالموضوع هيلاقي فيه فايدة كبيرة. وأي حد محتاج طبعاً أنه يسأل على أي حاجة أو يتواصل معايا، أنا هكون يعني سعيد جداً بالتواصل. لو حد عنده أسئلة، حد عنده حاجة ما كانتش واضحة مثلاً، محتاج ريسورسز معينة، ما فيش مشكلة ممكن يتواصل معايا. أنا بس ما كانش فيه فرصة قوي أن أنا أبص على الشات أثناء المحاضرة. لا لا لا، أنا كنت متابع الشات. تمام. انا يعني بواجه حضرتك جدا كل الشكر وتقدير للاستاذه مروه على وجودها معانا وعلى تعبها لمده ساعتين كاملين جدا في مجال يعني استخدام التولز في العمليه التعليميه. والبدايه الواضحه لان التول مش هي تعتبر هي الوسيله، لكن ولا الغايه، هي تعتبر وسيله، هي تعتبر وسيله مساعده في العمليه التعليميه، ومش الغايه الاساسيه ان انا بستخدمها. ويا رب نكون كل الجميع استفادوا. ولو في اي حد عنده سؤال يا جماعه يا ريت يرفع ايده بحيث ان احنا نفتح المايك. انا ممكن اعمل ستوب شيرنج عشان بس اوكي تمام. هكتب لكم الايميل في الشات لو حد سمح محمد. انت حضرتك اول مره تحضر معانا. بالنسبه لايميرج افريكا بنتبع سياسات الاتحاد الجامعات الأفريقية، بتنص على إن إحنا ما بنديش شهادات على أي ورشة بتبقى عبارة عن ساعة أو ساعتين في يعني حضورية، ولكن إحنا ده مجتمع معرفي وبنتعلم من بعض وبنساعد بعض. فيا رب تكون إجابتي وضحت لحضرتك يا فندم.
انا شايف مروه ان انت حضرتك شرحتي بطريقه وافيه جدا لدرجه ان مفيش حد من حضرتك الكرام عنده اي استفسار. خلاص تمام. انا بس هكتب لكم الايميل بتاعي لو في حد. انا بعت حضرتك بس في الاول رابط التقييم بتاع الورشه، انا بعت شويه لينكات يا جماعه، يا ريت حضرتك تتابعوها معايا. في الاول ده رابط تقييم الورشه عشان احنا نقيم الورشه اللي احنا شغالين عليها اليوم النهارده. تاني حاجه لو في معلومات عن ايمرج افريكا موجود عندنا في حاجه الجروب بتاعنا على الفيسبوك، في التليجرام ده باللغه العربيه، وكمان قناه اليوتيوب عليها كل الفيديوهات السابقه والفيديوهات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، يعني في فيديوهات كتير قوي عربي وانجليزي في كل المجالات. فلما بتعملوا سبسكرايب للقناه بتشوفوا حاجات كتيره موجوده عليها. وعملنا جروب جديد لينكد ان، جروب ده موجود عليه كل الحاجات اللي احنا بنعملها برضو عشان تبقوا متابعين معانا. ولو في حد من الحضور الكرام عاوز يشارك معانا بورشة تطوعية في ايمرج افريكا بالعربي، ده رقمي الشخصي وممكن يتواصل معايا الواتساب ونتكلم مع بعض. دي كلها هي المعلومات اللي انا في ايمرج افريكا. لو في حد عاوز يسأل حاجة عن ايمرج افريكا بالعربي انا تحت امركم. شكرا لك استاذي، وشكرا لك يا ريهام. العفو، شكرا لحضرتك دكتور محمود. خلاص كده مروه، انا شايف ان في حد عاوز يقول كلمه قبل ما اقفل. انا بشكرك جدا على حضرتك وعلى المجهود اللي بذلته عشان نقدر نعمل الورشه دي. اتمنى انها لا لا تكون لا، ده بالنسبه الشكر، للناس. ده الشكر موصول لحضرتك جدا على تعبك ومجهودك معانا. في نهال، نهال نختم بنهال النهارده. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف على حضرتك؟ أنا اسمي نهال، معايا ماجستير في تكنولوجيا التعليم، وكنت أهلا حابة بيك. أشكر مروة جدا. أنا دي تاني مرة أحضر معاها، أول مرة حضرت معاها أوفلاين في مؤتمر إيديوفيشن، أتمنى تكون فاكراني. ودي تاني مرة، وحقيقي كل مرة يعني رغم إن مدة السيشن ساعتين، بس أنا استفدت بكمية معلومات يعني تعادل كأني حضرت كورس. يعني كل معلومة اتقالت أنا أقدر أسيرش عنها أوصل منها لحاجات كتير، فبشكرها قوي. وحقيقي أنا عندي انترفيو كمان يومين، واستفدت قوي النهاردة باللي هي قالته، وإن شاء الله هستخدمه في الانترفيو بإذن الله. وبشكر حضرتك جدا، أنا متابعاكم بقالي كتير، وحقيقي كل مرة بستفاد بيها بطبق ده في شغلي، وأنا بشكرك قوي. العفو، نورتينا. شكرا ليكي يا نهال، وبالتوفيق ان شاء الله في الانترفيو. ان شاء الله يا رب. خلاص تمام كده يا جماعه، انا هتكرر الروابط تاني مره، الروابط دي خاصه بينا بيمرج افريكا، ليله التقييم بتاع السيشن النهارده بحيث ان احنا نشوف ايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، ايه المميزات اللي احنا ننميها. لو انتوا عاوزين تشوفونا او تشاركوا معانا على الفيسبوك جروب، لو انتوا عاوزين تتابعوا كل الحاجات اللي احنا بنعملها على التليجرام تلاقوا فيه تليجرام موجود عليه كل الايفنتات اللي احنا بنعملها، وكمان اليوتيوب تشانل عليها كل الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللي احنا بنعملها حاليا، وكمان اللينكد ان جروب. وفي النهاية في حد، نهال عاوز ترفع ايدك؟ اتفضلي نهال. لا أنا آسفة، أنا كنت قصدي أنزلها، سوري. ولا يهمك نهال، نورتيني. أنا نزلت. فبشكر حضرتك جدا وبشكر مروة على وجودها معانا، وبكرر شكري ليكم جميعا، وإن شاء الله إن شاء الله نلتقي بكم في ورش جديدة في إيمرج أفريقيا بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.